بتقول مين؟ ست بنات يا برنس بره بتسأل على البنت مسغونة. مسغونة! نعم يا برنس، هرقص لك؟ ترقصي ليه يا بنت المسطولة؟ شروق بره. شروق صاحبتي؟ ومال؟ ورقة بمية جنيه غير علبة كلها محولة، بس تجيبيها تقعد معانا شوية. ليه؟ أف هتقعد معانا محبة يا بنت. سلع السلع يا عيني على الغرام، عايزة تقعد قدامك كده وتتملى بجمالها. لو ما رضيتش هشبح. ولو رضيت بدل 100-200 وثلاث سجاير محشيين غير علبة الكل المحوجة. يا لهوي كل ده؟ بس برنس محدش يأذيها، دي صاحبتي. شوف البنت دي، يلا بيت بطل غلبة. يلا في ايه يا حبيبتي؟ مالك شكلك مقروصة من حاجة. مش أي قرصة يا مزوق، دي ضربة في القلب، الموت أسهل منها. يا ريتني مت قبل الجرالي اللي جرالي ليه. في ايه؟ احكيلي ايه اللي حصل لك؟ مالك فيكي ايه؟ احكيلي. تعالي بينا نقعد على الشط في أي فلوك. فلوكة ايه في عز الليل ده؟ بصي بقى، جوه في مغنى ورقص وشرب وايه؟ هنقعد انا وانتي في ركنة نتكلم ونتسهير ونتفرج على الخلق اللي جوه، ساعتها بقى هتنسي هموم الدنيا كلها. وبعد كده بقى نضرب لنا سكارتين مع جاسين بيرة، راسك تسافر، هموم الدنيا كلها تتزيح. جرى ايه يا بنت؟ انا من امتى بشرب الحاجات دي؟ ده صدري جبل يا مسلوم. انت عارفة بقى لي قد ايه ماشي؟ يجي اكتر من 3 ساعات. يا حبيبتي يا اختي، طب تعالي اشربي اللي انت عايزاه. تعالي تعالي يا شروق، ما تخافيش انا معاكي. سمع هوس، سمعوني احلى 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 سلام لشروق. يبقى السنيوره شروق اللي شرفتنا ونورتنا ونورت مقر كواننا، نسمع لها سلام باحترام الليله الكبيره. بنت عزيزه. نعم يا برنس. احلى مزه واحلى واجب لاحلى برنسيسه. عينيا. منور يا باشا. احلى واجب لست البنات. حطي هنا يا بنت. ترى يا مزغونه، ما انت عارفه اني ماليش في الهباب ده. تعرف يا بنت يا شمع، الصواني دي ما بتطلعش الا للشديد القوي. طب يا كوان، ماشي ماشي ماشي. ايه يا بنت الدنيا دي؟ انا حاسه ان احنا في بلد غير بلد. هو كواننا كده كل يوم خميس يعمل سهره صباحي ويقول الخميس عيد ميلاد ابليس، يبقى كله يسكر ويخدر وكله على حساب كواننا. منوره يا باشا. سمعني سلام الصلح خير. الصلح خير. ايه العبارة بالظبط يا فرنسا؟ اخبارك ايه يا بنت؟ البنت دي عدوتنا وبتكرهنا ومجرسانا دايما في الاشارة، وبصراحة يعني بتشن عليك انك بتضايقها. انت مال اهلك؟ وانت لو عايز تذبحها كنت قول لي. تذبحها؟ ازاي يا بنت؟ موافق. مع الجنيهة دي ودي عشان خاطر كده. عينيا، أصل أنا فعلت خير، أحب أخدم في الشر قوي. يا اختي كلي انتي بالهنا والشفا، مش عايزه. مساء الفل يا موزه. شام اختك بتمسي عليكي، انا عارفه انك زعلانه مني، بس حتى ابوك ما تزعليش. زي ما بيقولوا يعني الصلح خير، وانا النهارده جايه صالح. وبعدين انت ضيفتنا، اتفضلي اشربي.
اشرب اشرب بالهنا واشرب. اشرب اشرب. طب ده انا بنفسي هرقص لك الليله دي. رقصوني يا فرقه. شمع فين شروق؟ كلها اللوابة. خدي خدي شدي الخبور ده. ما اعملهاش. انت زباله يا بت زيك زي كل القطط اللي تحت.
كلكم زباله. قومي بقى يا حلوه من هنا نطفي الخرابه. يلا يا بنت غوري. مفيش يا دنايا، كابوس. الحمد لله اختك اتأخرت قوي. خشي. يا رب يا رب هات العوايب سليمة يا رب. استر علي، انا موافقة اتجوزك بس ما تفضحنيش. ما كان من اول بصراحه يعني ما عادش فيكي حاجه مغريه. امي يا بت من هنا. يلا غوري من هنا يلا، بدل ما خلوهم يرموكم على الخرابه. يلا يا بت. في باب تاني يخرج منه ليه؟ حلوة مكسوفة من النوم؟ لا ما تتكسفيش كله. طلعت منه؟ يعني نوبه من لحم جانب، ما احنا لحمنا رخيصة بيه.
كملي معايا يا ولد. واحد ادوني 50 جنيه امتى؟ دولها فلوسها وكملوا مع الباقيين. حاضر. استاذ عبد الصمد، نادي على الحالة التانية لو سمحت. رقم 2 أميرة بق الأسد. يا شروق. يا شروق. قومي يا دنيا بقى، انت لسه نايمة لحد دلوقتي. سيبيني يابا. تعبانة. تعبانة؟ بعد الشر عليك يا دنايا. مالك يا حبيبتي؟ مفيش يابا، عايزة أنام. تعبانة قوي كده يا شروق؟ طب يا بنتي البيت اخواتك. يلا اليوم رب اسمه الكريم. نامي يا دنايا. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. مشوفش فيكي حاجة وحشة أبدا. يا ابو سيديكي وانا عايش خدام تحت رجليكي. هفكك يا سامري، بس لو فكرت تهرب تاني هسجنك بالوصولات اللي معايا، وانت عارف ان العصمه في ايدي. هتنزل تشتغل عندي مرمطون في القهوه، وبوريني بقى طعت العبد لسيده. هوريك وهعمل لك قرد نوم العازف اللي انت عايزاه، بس فكيني انا نجعان. ولا يا ضالفة. ايوه معلمة. خده خليه ياكل وشطفه عشان ابقى اصحابه زي الكلب. ماشي يا معلمة، بس في واحدة مستناكي برا يا معلمة. مين دي؟ يا مين ده؟ لبيبة، وليكي عين تيجي هنا يا جبايرك. انا عارفة انك واخدة على خاطرك مني، لكن وحياة العشرة القديمة اللي حصل ده انا كنت مأمورة فيه. وتخش عليا بالحنجل والمنجل وتيجي فرحي وتنقطيني، واللي فات مات وتركي مرتبها مع السمري. بقولك كنت مأمورة. الكبير كبير الغجر كان مرقدلك من زمان، وكل ما يعملك كمين تخرجي منه زي الشعرة من العجين. تقولش قطة بسبع ارواح، حلف ليعملك مكيدة تقعي فيها علشان يكسر نفسك بالعملة اللي عملها سمري. بس انا نفسي ما اتكسرتش. عرقك حدادي مصلب، دم البندري اللي في دمك استعصى عليهم يا بنت الغجريه. انت جايه ليه دلوقتي يا لبيبه؟ بنتي كراويه، دورت عليها في كل حته ما لقيتهاش، ما لهاش اي اثر. قلت يمكن تكون جت على هنا. يا اختي اصل قلبك مكشوف عنه الحجاب، او قلبك مباحث. انا ما شفتش بنات. بنتي كراويه بقالها مده بتسالني عن امها، وفي ليله حصرتني بالاسئله. اضطريت اقول لها ان اللي جابتك بديعه. البت عينيها برقت وقالت لي يعني بديعه تبقى امي؟ قلت لها حاجه زي كده، قلت علشان تبطل تسال. وبعدين لما هربت قلت ما فيش فايده، لازم تكون جات لك هنا. بس هي مش بنتي. عارفه ما انت اتجوزت كتير ولا خلفتيش، ولما كبير الغجر ادهالك حته حمراء علشان تربيها وقعدت معاكي كام شهر، وجيتي هربتي وسبتيها، كتبوها على اسمي. ما انت عارفه انا ما اتجوزتش واعتبرتها زي بنتي. قولي لي بقى هي فين؟ فين كراويه؟ يعني انت عايزاها؟ ولا اقدر استغنى عنها. دي كانت بتنام في حضني، ده انا وهي كنا بناكل في صحن واحد. دي كبرت قدام عينيا. الام اللي بتربي يا بديعه مش اللي بتزلطهم من بطنها. هقول لك ايه؟ ما انت ما جربتيش ولا تعرفيش يعني ايه كلمه يما. صح. انا ما اعرفش. بقول لك ايه، انا ماليش في الحوارات دي. ولو عايز تاخدي البيت موجوده بس بشروطي. ايه هي بقى الشروط دي؟ ترجعي لي فلوسي وبقيه ذهبي اللي سرقهم السامري. انت عايزه طوبه ولا امشير؟ طوبه يا لبيبه. كبرنا لو عرف ان البت هربت وجت على هنا مش هيسكت، هيدور عليها وهيجيبها ولو كانت في بطن الحوت. يعني انت جايه من وراه؟ طول عمرك فكيكه ونبيها. بقى هيسيب ناجي على هنا لوحدي وهو عارف ان البت هنا؟ انا جايه من حرقتي على البت، نفسي اشوفها. خلاص اتصرفي وهاتيلي الحاجه اللي اخدها السمري،
ولعلمك انا عندي ناس ياكلوا لحم الثور حي، وكبيركم يا حبيبتي مش هيقدر عليه. انا ممكن اجيب لك زي الذهب اللي اتاخد منك، لكن الفلوس خلاص دخلت جيبك كبير. هتجيبي لي ذهب مبلول يا وليه؟ مبلول بس مدموغ، وفي بحر جمعه يكون عندك، على شرط انك تخلي بالك من البيت. موافقه، بس ليا شرط تاني. ايه هو الشرط التاني ده؟ انت باين عليكي طماعه. تخلي الغجر يبعدوا عني، تسبكيها وتطبخيها كده بطريقتك عشان مش عايزه واغش تاني. صعبه دي، من عينيا مدام كراويه هترجعلي. هي هنا؟ نفسي ابص عليها. لا يا اختي، وانت فاكراني هبله يا حبيبتي؟ لا يا عينيا، انا مخبيها في مكنه من الداريه مش هنا. بس ما تخافيش، في امان، معادنا يوم الجمعه. يلا مع السلامه. يلا بقى مع السلامة يا هنجرانية. خلصي يا شروق. ايه النوم اللي نايمه البت ده كله؟ شروق شروق اصحي يا دنايا. يوه يا شروق فوقي، قومي اغسلي وشك بشوية مية. شروق شروق يا اختي، ما حدش شغال عليكي. في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يا دنايا؟ ايه يا حبيبتي امك؟ كابوس مش كده؟ كابوس. استعيذي بالشيطان يا حبيبتي، الشر عليكي. انت كنت فين امبارح يا شو؟ انا عارفه انت كنت فين امبارح. ايه ده؟ مش ده دم اللي ما تتسماش؟ ليلى ما تنسيش. انا يلزمني حوار الملايه ده كواني. يلزمك فيها حيلة امك. عشان انا فعلت خير، افضحها لو فكرت تعمل فيها خطره شريفه. طول عمرها بتحدثنا بالطوب في الرايحه وفي الجايه، دلوقتي بقى الروس اتساوي، مفيش حد احسن من حد. للدرجه دي بتكرهيها يا بت؟ وما كرهتش في عمري يا الدهب. دايما تحسسني اني واطيه وزباله، كل كلمه بتقولها كانت بتغرس في لحمي زي الشوك. انت عايزه تفهميني ان انت بتحسي يا سفنجه؟ اهي سفنجه دي بقى اللي كانت دايما تقولها لي، دلوقتي بقى كله سفنج. والمولة ياما بتلم في مصنعك يا كواني. انتوا صنف السفنج ده صنف زباله. والعجيبه ان انتوا من سلاله واحده، سلاله امنا حواء اللي خرجت ابونا ادم وخرجت الخلق دي كلها من الجنه عشان تفاحه. والاعجب ان انت لما تشوفي بنت من بنات جنسك بتتدبح قدامك على الطبليه ما تصعبش عليك، لا بتشمتي فيها وعايزه تفضحيها. لعلمك بقى يا شمة، انا عمري ما جه في بالي ان انا اعمل مع شروق كده. وعارفه ليه؟ لاني بحبها. يا سفنجه، انت اللي هندستي وخططتي وجبتها لي على طبق، وقلت لي كل ولهط ولغوص يا كوانا. انا هسالك سؤال واحد ملوش تاني، انت عملت كده ليه يا بت؟ عشان احنا سفنجه. انتوا يا رجاله السبب، طول عمر احنا الراجل يسطرنا وكل لوحده. اعيش معاه تحت سقف واحد واربع حيطان، يكون خشب يكون صفيح يكون خيش، لكن ازاي؟ السفنجه مش من حقها تحلم. السفنجه تاخدوها خضرة صغيره تنشفوها وتعصروها وتملوها وتنشفوها وتعصروها، ومن ايد لايد ومن راجل لراجل لحد ما تفقد الاحساس بالكرامه. وكل ما تتمرمغ وتتوسخ تكبر جواها حتة الغل والكره للزمن وللرجالة وللظروف. وكل ما تشوف واحدة نظيفة مش سفنجة تموت تتعذب تعمل كل جهدها عشان تخليها سفنجة زيها. اشمعنى انا؟ اشمعنى فنارة مزغونة ولا سمارة اللي ماتت في بطنها عيل؟ انتوا رجالة السبب، انتوا اللي ما بتحسوش، كل همكم تاخدونا اوجي صغير وتحولونا لسفنجة وخلاص. انت عاملة دماغ ايه يا بت على الصبح؟ ايه الحوارات دي؟ مبلبعه ايه؟ بالعكس، انا النهارده صاحيه كده ما خدتش اي حاجه. حلاوتك امسكي، خدي البلا دي بقى عشان لما تاخديها تنسي كل الحوارات اللي في دماغك دي وترجعي لي شامه. بلبعه يا بت. ماشي
بس اخد الملاية؟ الملاية دي تخصنا انا حلت امك. ليها عوزة. هتتعان في الخزنة لغاية ما يجي وقتها. بل بعي. لما اخو امل كان طالبك للجواز، ما جانيش انا هنا ليه؟ طب ما راحش لجدك يطلبك منه ليه؟ انت غلطانه. غلطانه انك رحت لهم برجليكي. لو كنت سالتيني كنت هقول لك لا. ما تروحيش وتنزلي من نفسك. يا ريتني كنت قلت لك يوم. يا ريتني. اكنش جرى اللي جرى. يا شروق. ما فتضيش عليا ليه يا ضنايا؟ انت بصيتي لفوق. لفوق قوي يا شروق. بص يا ضنايا هما فين واحنا فين. حتى لو كان بصلك وعايز يتجوزك اهله هيقولوا له لا. بص لهم هما فين. احنا ساكنين في عشه بس هما بقى ساكنين في قصر. هما فوق فوق قوي واحنا تحت تحت قوي. عمر المية المالحة اللي احنا منقوعين فيها من ساعة ما اتولدنا ما حدوه في ميتهم الحلوة. معلش يا ضنايا بصي لنفسك ما تبصيش فوق لا تقعي على جدور رقبتك. يلا حبيبتي اغسلي وشك كده واستحمي وفوقي نفسك وانا هقوم اعملك لقمة. بس معلش من غير زفر لأننا فقراء قوي. يلا يا ضنايا اطلعي برا. اطلعي برا بصي بنور ربنا. تعالى تعالى. ولا يا جنى. اهلا يا معلمه. نورتي قهوتك ومطرحك. مين ده؟ مين ده صحيح؟ مش عارفه. يالا انا متهيالي شفته قبل كده. مش ده السمري الحرامي؟ الله ماله متبهدل كده وممصوص. وانا بقى عايزاه يتبهدل اكتر من كده. معقول؟ معقول نبهدل جوز المعلمه؟ اعمل يالا اللي بقولك عليه. الراجل ده يشتغل هنا مرمطون. يكنس ويمسح وينظف النشاره من تحت رجلين الزباين. انا بقى عايزاه يرجع سبرساج زي ما كان. وانت؟ وانا اقعد على المرك يا معلمه. تقعد على ايه يا عينيا؟ على المرك. جرى ايه يا روح اهلك؟ بقول لك ايه؟ القهوه دي هتتفتح 24 ساعه، 12 ساعه ليك و12 ساعه للنصباجي. والمرمطون ده يشتغل لما يطلع عينه ولما يقع من طوله يترمي ينام في المخزن. وهون عليك برضه يا معلمة. الناس يقولوا ايه؟ انا مهما كان جوزك ومحسوب عليكي. جوزي؟ شلاه يا جوزي. الناس هتقول المعلمة بتربي جوزها عشان طلع واطي. واذا فتحت حنكك هوديك البرش. عارف البرش؟ لا لا حنفز حنفز يا معلمة. تحت امرك يا بدعدع. خده يا جنى. انت هتوصيني عليه يا معلمة؟ ده حبيب قلبي. تعالى. طب خلاص يا اجل الدنيا فتحت لي بابها. معرفش ليه دلوقتي قفلت بالضمه والمفتاح. اللي بعده. مالك يا دكتور؟ شكلك كده سرحان في حاجه وبتفكر كتير. احنا دخلنا في تفكير الدكتور بسرعه مهوله اهو. وايد ده حق. انا حاسس ان الحالات دي ارتفيشال كدابين. ازاي بس يا دكتور؟ ايه اللي هيجبرهم ان هم يكذبوا يعني؟ الحالات دي جبتوها ازاي؟ طريق الباحثين عينات عشوائيه. اللي انا شايفها دي مش حالات عشوائيه. والعيال متدربين على الكلام. جايين يقدموا مهمه نظير ال 50 جنيه اللي هياخدوها. زي اللي بيجيبوهم يمثلوا فيلم ولا في مسرحيه. يا سلام عليك يا دكتور مأمون. أنا فعلاً سألت واحدة منهم قالت لي إنها جاية عن طريق مكتب ريجيسير. مكتب إيه؟ مكتب ريجيسير ده المكتب بيجيب البنات الكومبارس عشان يشتغلوا في الأعمال الفنية ويمثلوا يعني. ده اسمه تهريج مش بحث علمي. أنت إزاي تسمح بحاجة زي كده يا دكتور سامح؟ أنا ما سمحتش ولا حاجة يا دكتور. ما
وبعدين العينات دي من اختصاص الانسه الرويده. انا كل حاجه عرفتها كتبتها في الريبورت عند حضرتك، ماليش دعوه يعني. انتوا بتخرجوا بتضيعوا وقت. اللي بيشد المسؤوليه يعتذر. صباح الخير يا عم مرعي. اهلا 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 يا دكتور، فينك من مده ما بتعديش. هجيب لحضرتك كل الصحف كالعاده. لو سمحت. حاضر. اتفضل. اشكرك. قولي. نعم. كان في بنت هنا في الاشاره بتبيع فل، ما تعرفش فين؟ قصدك مين فيهم؟ ما هم زي الرز يا دكتور. قصدك شامة ولا فنارة ولا مسغونة؟ لا لا لا، هي ما كانش اسمها وحش كده. هي بنت رفيعة وكان لونها قمحي. كان بتنادي على الفل زي ما تكون بتغني. دي بقى لها كم يوم ما بتجيش. طب لو سمحت أول ما تشوفها ادي لها الكارت ده وخليها تتصل بيا ضروري، لأن عايز. عناية. خد، خلي الباقي علشانك. السلام عليكم. يلا. ألف سلامة. مع السلامة. معقولة؟ ده شكله محترم، يسأل على بنت صايعة زي دي ليه؟ الدكتور مأمون راجل مش سهل يا رويدة، وانت افتكرت ان انت كسبتيها. اوكي اهو، مع أول غلطة ليكي قلب عليكي، وثقته فيكي اتهزت كمان. فعلا، أنا قلبي وقع أول ما بصلي وقال لي ده تهريج مش بحث علمي. في مثل إنجليزي بيقول إيه؟ من الممكن أن تضحكي على الناس بعض الوقت، لكن مش ممكن تضحكي عليهم كل الوقت، مش كده ولا إيه؟ يعني ايه يا سامح؟ يعني انا كدابه؟ انا بكدب يعني؟ لا، وصلات النفاق الفظيعه بتاعتك دي تعتبر كدب. مش نفاق ولا حاجه، ده اعجاب، اعجاب برمز كبير، عالم، كانت امنيه حياتي ان انا اشتغل معاه. ايوه يا رويدة، بس اعجاب اوفر قوي، مش للدرجه دي يعني، ما وصلتش لدرجه الجرافات والجاكيت ولبسك والحاجات دي. وبعدين انا شفت ناس كتير قوي معجبين بالدكتور مأمون وبيمدحوه، ما حدش يتكلم في الحاجات دي خالص. الحاجات دي ممكن توقع اي راجل، حتى لو كان في خبرة الدكتور مأمون، خصوصا ان علاقته الزوجية اليومين دول متوترة جدا. تقريبا عايش مع امي من سنين تحت بيت واحد وهم في حكم مطلقين. سامح، هو انت بتغير من ابوك؟ انا؟ لا طبعا. طب انت بتحبني؟ ايه؟ سؤال مفاجئ؟ تقريبا سؤال مفاجئ. طب ما تجاوب. لا اجاوب ليه بقى؟ انا اجابتي ما تهمكيش اساسا. انك اصلا مش معترفة ان في حاجة اسمها حب. كتير الراجل عندك عبارة عن صياد، والست عبارة عن فريسة، والصياد ده بيجري ورا الفريسة عشان ينول منها أغراضه الدنيا. مش ده كلامك؟ ولسه كلامي، إلا إذا حصلت المعجزة زي معجزة نيوتن لما اكتشف قانون الجاذبية. لو حصلت لي المعجزة ممكن أغير وجهة نظري. شكلك كوميدي جدا وأنت بتلعبي معايا لعبة الأمل والشعبطة. إيه بقى لعبة الأمل والشعبطة؟ يعني بتحاولي تستفز الراجل اللي جوايا أو الصياد زي ما بتقولي، عشان افضل اجري وراكي واحاول اغير لك وجهه نظرك دي. وده بقى شيء يتحسب عليا؟ والله مش عارف، بس انا حاسس ان انا طفل. طفل وقاعد قدام استاذه في علم المناوره والمحاوله. طب وماله، ادينا بنلعب. لعلمك بقى، الصياد الماهر لذته لما يجي يصطاد فريسه يتعب، يحس بمعاناه، لكن لما يصطادها بالساهل من اول طعم كده ما يحسش باي لذه. مش كده يا صياد؟ والله اللعبة كلها دمها تقيل، بس كمان في حاجة مهمة لازم تعرفيها، إن الحب الحقيقي عشان يتولد لازم يتولد في أمان وفي سلام، عشان يكبر من غير عقد ولا كلاكيع. على إيدك بقى نتعلم الحب الحقيقي يا دكتور. هو للأسف في مشكلة تانية، إن الحب الحقيقي ده محدش بيتعلمه، ده الإنسان بيتولد بيه بالفطرة، ربنا بيبقى خلقه كده، يعني فقد الشيء لا يعطيه. يا أستاذة حساب يا متر. هو في ايه؟ انت لا ترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل. البنت لا ظهرت ولا بنت من ساعه الليله السوداء، اروح اقول لها ايه يعني؟ تقولي لها زي ما قلت لي، وانا عايزها بقى تقول لا. حاضر. طياره. امرك. كمان انت مش خدت اللي انت عايزه؟ خلاص خلصت. ما خلصناش. البنت دي ليها ترتيب تاني في دماغي. حضرتك، انا استبعدت كل العينه اللي جات لنا عن طريق مكتب الريجستير، واخترنا عينه تانيه من المناطق العشوائيه، ده غير المجموعات اللي احنا اخترناها عن طريق السايت بتاعنا على النت.
بقيت الشوارع بيفهموا في الكمبيوتر والنت. لا يا فندم، بس احنا اعلنا عن احتياجنا على الفيسبوك والسايت بتاعنا على الاماكن اللي بيتجمع فيها الفتيات دول، وفعلا جات لنا اماكن كتيره جدا. ده غير ان فريق البحث اختار عينات كتيره قوي من كل انحاء القاهره والجيزه. سامح، انت فاكر البنت اللي اتخانقت مع سهام في الاشاره واللي ساعدتنا لما سهام هربت؟ اه طبعا فاكرها، بس ليه؟ هي دي البنت اللي انا عايزها. سهل قوي، انا عندي فايل في المكتب فيه بياناتها وصورها وكل حاجه عنها. طب لو سمحت تجيبهولي وبسرعه. هي اختي بقى لها الحال ده مده طويله، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتخرج من اوضتها. البنت دي اتحسدت، النبي اتحسد، اهل العزبه حاسديني عليها. هي دي اللي شايله امها وشايله اخواتها، واخرتها ايه؟ قعدت جنبي زي البيت الوقف، صرّة على همها وما بتنطقش. طب يا خالتي انا هخش لها اقعد معاها شويه، وانت اعملي لنا كوبايتين شاي نشربهم سوا. لا يا ضناي، هعمل لك لقمه يمكن تقدري تاكليها. يا رب شيل عنها الهم والغم يا رب. ازيك يا شروق؟ انا عارفه يا اختي انك نفسك مكسوره وزهده الدنيا كلها، بس نعمل ايه؟ اللي حصل حصل، والدنيا ماشيه وما بتقفش. والله يا شروق انا ما كانش ليا دخل في اللي حصل ده، انا حتى ما كنتش اعرف ان جايه لي الخراب. وكوانا الله يجازيه ضحك عليا، قال انا مش عايز منها حاجه، انا عايز اشوفها واتملى في جمالها. بس يا حبيبتي ما تحطيش في دماغك، اطمني كله بيتنسي. عارفه ليه يا اختي؟ عشان كل البنات اللي انت شايفاهم حصل لهم نفس اللي حصل لك، كلهم عدوا على سلخانة كوانا. بقولك ايه يا شروق، انا يعني ما كنتش مش عارفه اقولك ايه، يعني انا انت عارفه بقى حكم القوي على الضعيف. كوانا عايزك تيجي تشتغلي معاه، ويعني بيقولك ان هيشغلك شغل مخصوص غير بقيه البنات. يعني هي اقول له انك جايه؟ يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا تيابا سهرانه، يا ولاد الكلب، برا برا برا، سيبوني في حالي. يا ولاد في ايه؟ شروق افتحي يا شروق. من امك يا ضناي. شروق شروق افتحي يا شروق. هي دي البنت اللي انا عايزها، بيعت الفل. اشمعنى دي يا دكتور؟ يعني فيها ايه مختلف عن بقيه الحالات؟ انا مش عايز اسئله دلوقتي. سامح، البنت دي تيجي لي حالا. ضغطها واطي، محتاجه تغذيه، تحتانه على الاخر. طمني عليها يا دكتور، لسه ده الاكل بقالها اسبوع يا اخويا بحال. حيث كده يبقى لازم نعلق لها جلوكوز. لو سمحت اعمل شيء، هات لنا الحاجات دي من الصيدليه بصراحه. حاضر يا دكتور. جيب الحاجات دي ازاي؟ انا ما معيش ولا مقليه، هنزل استلف بقى من اي حد. ما تقلقيش انا هتصرف، اسكت انت. هي اختي هتموت؟ ما تشرب عليها ده ضايع. ان شاء الله هتدونا، جيب العوائب سليمه يا رب. حبت فيا زي الوابوره بفونيا خربانه، ولا كانها تعرفني. تصدق انها طردتني؟ شيلها من دماغك يا برنس، دي باينها المكنه بتاعت دماغها فوتت. انا حاسه كده انها مش هترجع شروق اللي كانت ورده مفتحه، فاتحه صدرها للدنيا ورافعه دراعاتها للسما. صعبان عليا قوي. ما صعبش عليك غالي يا حلتم، ده ذنب يا بت. اسمعي، انا عايزك تنزلي العزبه تسيحي لها، عايزها عبره، عايز كل بنت تعرف اللي ما سمعش كلام كوانا هيحصل لها زي شروق. هيحصل لها زي مين؟ زي شروق. طيري. حاضر. بابا كان عنده حق فعلا، البنت اللي اسمها شروق دي مختلفه عن كل البنات اللي شفناها. يعني ايه مختلفه؟ انا مش فاهمه. ده بحث علمي، يعني ليه اصول ومناهج احنا اتعلمناها وبندرسها للطلبه في قسم اجتماع ومناهج بحث. والله يا وائل، اللي مش مقدر او مش فاهم يعتذر. انت عايزني اعتذر يا سامح؟ لا، انا من اسبوع كنت عايزك تمشي،
لكن دلوقتي خلاص وجودك بالنسبه لي بقى عادي، يعني شيء حيادي يعني. ياه للدرجه دي بتكرهني؟ ابدا عمري ما كرهتك. انا حتى قبل ما اعرفك او نشتغل مع بعض هنا في المركز كنت عايز اقرب منك، كنت عايز اعرف شخصيتك اللي محيره الناس كلها. وبعد بقى ما عرفت شخصيتي واكتشفتها كرهتني؟ لا لا ابدا، انا بس بقيت محتار زياده شويه. اصل انت من طبقه خلاص بتنقرض من مصر، الطبقه الوسطى. الطبقه دي خلاص بقت عايمه، لا هي طايله سما ولا طايله ارض، مع انها زمان كان الاقتصاديين بيقولوا عليها انها امل مصر، مستقبلها، هي اللي هتدي الامان لمصر. لكن بعد الانفتاح ظهرت طبقه طفيليه سحبت من عندكم ناس كتير قوي. عشان كده انتوا عاملين زي الفيران، الفيران اللي ماشيه فوق ظهر مركب في وسط الميه، مستعده تهرب في اي وقت. طبقتكم دي عايز يطلع بره باي طريقه باي شكل. ياه للدرجه دي انت شايفني بشع؟ انت مش بشع ولا حاجه، المجتمع هو اللي بشع. قولي لي انا ممكن اجي ازوركم في البيت امتى؟ تزورنا؟ وتزورنا ليه بقى ان شاء الله؟ كده عايزه اتعرف على باباكي ومامتك عن قرب يعني. واقول لهم ايه؟ ايه سبب الزياره المفاجاه دي يعني؟ قولي لهم عريس. نعم؟ انت مجنون ولا انا جهاز استقبالي فاهم غلط؟ لا هو انا مجنون. شكرين على الشاي يا مشروق. بالهنا والشفا يا دكتور. طمني يا اخويا على البيت، دي عمرها ما اشتكت من حاجه ولا زارها دكتور. ليه بقى؟ هي مش بني ادم زينا؟ لا دكتور، اصل شروق دي بنت عافيه، تصدق دي لما كان يجي لها شويه صداع ولا شويه برد ما ترضاش تاخد اي اسبرين ولا حبوب، كانت تقولي لا يا جدي انا لازم اهزم المرض بالاراده. عارف يا عم شتا، انت كده حطيت ايدك على سبب المرض، بس للاسف بقى ان ارادتها المره دي مسلوبه، ما عندهاش رغبه في الحياه. الاعراض دي بتيجي للانسان لما ما بيبقالوش نفس للدنيا. شروق بنتي ملهاش نفس للدنيا؟ دي الناس كلها كانت بتحسدها على ضحكتها، دي عمرها ما شالت هم. قوليلي هي تعرضت لازمه نفسيه؟ منهم لله بقى اللي كسروا نفسها. مين هم مشروق؟ واحد من عيله غنيه كان عاوز يتجوزها، بس اهله بقى تكبروا علينا ورفضونا. اهو انت كده فسرتيلي اللغز. وعلى كل الدور عليكوا بقى، لازم تحاولوا تخرجوها تغير جو، وربنا معها. بابا ربيع بيك اسماعيل البنهاوي موظف سابق على المعاش، كان اشهر موظف ارشيف في وزاره الري. اهلا يا دكتور منور. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ ربيع. سهلا خليك ليك في الدوره. الحقيقه لا ما اعرفش العبها، بس ممكن العب شطرنج لو فيه. شطرنج ماليش فيه، ده لعبة ولاد الزوات اللي ما بيقعدوش على قهاوي بلدي. انت جيت يا رويدة؟ تعالي يا ماما، دي بقى بهية هانم امي، ست بيت انما ايه ممتازة، احسن واحدة تعمل ملوخية قرديح توكل خمس تنفار. لا ولا الفول اللي بالزيت الحار والخلطة والثوم والليمون ايه تشم ريحته من وانت جاي على اول الحارة. يصطلة استني. اتفضل يا دكتور اتفضل اتفضل. شكرا. عادي يا دكتور، اصل انا معود بنت رويده انها تكون راجل، لما كانت تنزل الحاره تلعب وهي عيله صغيره ما تلعبش لعب البنات ابدا. امال كانت بتلعب ايه بالظبط يعني؟ كانت بتلعب كوره شراب عندنا في شبرا في ساحه شعبيه، تنزل مع الصبيان وتلعب معهم كوره وتجيني مدشدشه. اقول لها مالك يا رويده؟ تقول لي دغدغوني وكسروني عشان جبت فيهم اجوان. ما شاء الله بيجيب اجوان، ده انت كنت هدافه بقى. طبعا، امال ايه؟ فريق الوحوش السمر انا كنت الكابتن عليهم، كانوا كلهم صبيان وكنت بلبس زيهم، كنت اول ما انزل الساحه ارقص واخد غرز لحد ما اوصل للجول، وكنت بكسب في الماتش 5 جنيه، اروح اشتري رز بلبن واجي افرقهم على اخواتي. ما شاء الله دي ذكريات حلوه قوي. انا بقى عمري ما لعبت في الشارع اساسا. شارع ايه بس يا عم، انت تربية قصور وسرايات. تشرب ايه يا ابني؟ ايه يا ماما؟ هو ايه اللي تشرب ايه؟ قولي له تتعشى ايه؟ عينيا بس الدكتور هيتعشى من عشانا. انزل يا ابو عادل هات لنا شويه بسطرمه وجبنه رومي. ايه ده ايه ده؟ دي خيانه في الميزانيه كده. بسطرمه ايه بس؟ انت عايزه تعملي انقلاب؟
ابسط يا عم، هيعملوا لك عشا فاخر بسطرمه مره واحده. لا لا مدام، انا مش عايز عشا فاخر ولا حاجه، انا هتعشى معاكم نفس العشا اللي حضراتكم بتتعشوه كل يوم عادي يعني. يبقى من الفول اللي بالي بالك. ها ماما، ما تنسيش بقى العيش البلدي الاسمر بمساميره، واوعي تنسي الدبارة. دبارة ايه؟ بلاش تقرفي الدكتور، معلش يا ابني هي هزارها تقيل كده وما بتتكسفش. عن اذنكم. مش فاهمه والله، اتكسف من ايه بس؟ على راي المثل يا ابن البروف مأمون، اللي يزمر ما يخبيش دقنه. عن اذنكم بقى انا هخش اساعدها في المطبخ. عم ربيع. نعم. مش هوصيك على الدكتور. ها عندنا يا دمنة، تلعب دمنة؟ طبعا انا بحب الدمنة جدا، وخصوصا بقى لو نلعبها امريكاني. ايه ليه امريكاني دي؟ ما تخلينا مع الغلابه، احسن يحاورونا على لجنه الدكتور البلدي. خلاص خلاص يا امك، مشيها بلدي. بلدي؟ لا خليها بقى امريكاني. قال يا امك قال. مفيش علاج، الدكتور قال كده، العلاج ما منوش فايده. علاجك يا ضنايا الخروج والفسحه والاكل. اما انا يا حبيبه امك عملتلك فرخه شمرت، انما ايه تاكلي صوابعك وراها؟ ده يا بنت من ورا الحكومه، قال ايه منعين الذبح؟ بس انا ولا همني، عملتها برضو. وريحتها ايه يا بنت؟ ترد الروح، كلها بتاعتك، كلها من نصيبك. ردي عليا يا شروق، والنبي يا اختي بردي ناري وردي عليا. انا كويسه يا ام، روحيتي الفرخ. ما شاء الله طفصه بنت طفصه، اول ما جبت لك سيره الفرخه نطقتي هوا. هقوم بقى اعمل لك شويه رز كده جنب الفرخه يرد الروح، وتقومي تتشطفي وتغيري هدومك. ولا تحبي حميكي زي زمان يا شروق؟ لا يا ام، روحي انت انا هتصرف. حالا يا ضناي حالا. مش معقولة تستمر على كده يا أدهم، وبعدين يعني معقول كده يا أدهم يا ابني؟ تعمل برضو في نفسك كده؟ بص لشكلك بقيت عامل ازاي. طب يا ابني ما كنتش خايف على نفسك؟ خاف عليا؟ مش خايف يا ابني لضيع منك؟ طب رد علينا يا ادهم، ما تسيبناش نهاتي كده، وبعدين شروق يعني ما هياش اخر واحده في الدنيا. ما تجيبيش سيره شروق على لسانك ابدا، شروق دي اشرف مننا كلنا. مش دي برضو اللي حضرتك عرضت عليها 200,000 جنيه وهي رفضتهم؟ لو كانت طمعانه فيا ولا فيكم زي ما ماما قالت كانت قبلت المبلغ. بس للاسف للاسف انتوا فكرتوا فينا بشكل اناني قوي، ما عملتوش حساب ليا ولا ليها. كل اللي همكم المظهر العام والشكل الاجتماعي والتوب الكلاس اللي كان ممكن يتوسخ لو ابنك اتجوز من بنت فقيره، مع ان البنت الفقيره دي كانت هي كل حياتي. عايز اعرف حاجه، انتوا باي قانون حكمتوا على شروق؟ وليه طردتوها من جنتكم؟ ماما كانت بتقول لي انه لو اتجوزت شروق هجيب عيال خلالهم يبقوا بيئه واطيه. ويعني ايه بيئه واطيه؟ واللي عمله خالي اخو امي بتسموه ايه؟ خالي اللي امي ربته وكبرته وكانت بتقيت له صوابعها العشرة شمع، وفي الاخر راح غشها وسرقها وكل حقها وهي راح شكيته في المحكمه، ده بتسميه ايه يا بابا؟ يجي العماني
مش حضرتك برضو طردت اتنين من اخواتك من الشركة لما اكتشفت ان هما بيستخدموا اسمك وبيسرقوك وبيتلاعبوا من وراك وبياخدوا من ورا منك مناقصات وبيغيروا في اسعار المون والاسمنت والحديد وبيكسبوا ملايين مع انهم مش ناقصهم حاجة؟ ده بتسميه ايه؟ اديني دلوقتي حكيت لك عن شروق الغلبانة اللي مش لاقي الله ده، وحكيت لك عن امامي واخلاني اللي معاهم الملايين. قولي يا بابا دلوقتي مين فيهم اللي اشرف؟ مين؟ كل كلمة قلتها يا أدى عندك حق فيها. ليلتك بيضة يا عم سامح. ايوه كده كل، بس بقول لك ايه، سيبك من الشوكه دي، عايزك تغمس كده وتلغوص، سيبك من الاتيكيت هنا ما ينفعش. ها لا لا انا ماشي كويس جدا، باكل كويس اهو. ايوه طبعا، ده احنا في زمن صعب قوي يا ابني، ده العالي واطي برا الواطي عالي. اصعب حاجه بتعاني منها البلد دلوقتي ان عداها من جواها. يعني ايه عداها من جواها يا عم؟ يعني من ولادها اللي ركبوا الموجه يا ابني، اللي لهطوا كل شيء يا ابني، وقفوا على كتفه ونطلعوا اسنانهم بره ونهشوا في لحمها. يا ربنا يكفينا ويكفيك شر الشبع بعد جوع. حضرتك تقصد الطبقه النوفوريش اللي هي الطبقه الطفيليه اللي ظهرت فجاه؟ انا ورويده كنا بنتكلم في الموضوع ده في انقلاب الهرم الاجتماعي في مصر. انا ما فهمتش بالكلام المجعلص ده، ما بحبوش انا يا ابني. خدمت تراب البلد دي في 3 حروب، سنه 56 كان عندي 15 سنه، اتطوعت ورحت الكنال عشان نحارب العدوان الثلاثي. سنة 67 حاربت وقعدت 7 سنين في الجبهة، دقت مرارة الهزيمة. في 73 حاربت وانتصرت، كنت سواق على دبابة، كان معايا 3 شبان من خيرة شباب مصر، عيال كتعان سلام الراعي. كان واد نشانجي، لكن ايه نشانجي، بريمو برينجي من اول مرة. كان معانا جرجس كان بيحط الدانة في المدفع بيمون يعني، كان معانا الحكمدار كان هو اللي بيوجهنا للهدف، وانا بقى كنت سواق الدبابه بنفذ التعليمات واروح نحو الهدف على طول. يا سلام كنا شباب ايه، جدعان 4 لكن راجل واحد، اراده واحده، هدف واحد. عارف كان ايه هدفنا يا دكتور؟ ان احنا نحقق النصر ونهزم العدو. ما كانش فينا حد بيفكر في نفسه، كنا كلنا بنفكر في النصر. تعالى النهاردة مفيش 2 بيفكروا في هدف واحد لمصلحة البلد، كل واحد بيفكر في روحه وتروح البلد في داهية. فهمت يا دكتور؟ فهمت. باباك يلخص الأزمة كلها في الكلام اللي قاله ده. فعلا لو في دبابة جواها 4 أفراد بيفكروا في هدف واحد وعايزين يوصلوا له، أكيد هيوصلوا وينجحوا. ولو افترضنا إن الدبابة دي هي الوطن وجواها 4 أفراد كل واحد بيفكر بطريقه مختلفه، الدنيا هتخرب. للاسف هو ده اللي حصل دلوقتي. الحمد لله انا شبعت. شبعت من الاكل ولا من الكلام يا بابا؟ انا يا بنت شبعان من زمان، الدور والباقي عليك انتم. انت ما بتاكلش ليه يا ابني؟ لا يا طنط انا تمام الحمد لله شبعت. على فكره دي مش اكلته، دي اكله 10 يا بنت عين. ما تقلقيش هو واخد على القطر الياباني. يا جماعه انا متشكر جدا بصراحه، انا اول مره اسهر سهره حلوه زي دي، وعلى اذنكم. طب يا ابني البيت بيتك، اتفضل في اي وقت تشرفنا. اوكي نورتنا يا ابني، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ان شاء الله انا هاخد دوره في الدومنا عشان اجي اغلب حضرتك. ها امريكاني؟ امريكاني طبعا، وانا هنا. بعد اذنكم اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. على مالك. مع السلامه. مستنيك بكره في المركز. ها ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. يلا دناي، الف هنا وشفا. انت ما مدتيش ايدك على حاجه يا شروق، كل يا حبيبه امك. حاضر يا ام، هاكل اهو. اديني حته من الفرخه يا ام. يا حبيبتي خد يا شربات. افتحي يا شربات، ده تقريبا جدك شتا، قلت له يجي لنا ياكل معانا لقمه. ما بتفتحها؟ حاضر. يلا همي المم 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 زي ما كنت باكلك وانتي صغيره يا شروق.
شروق، في واحدة برا عايزاكي، بتقول ان هي صاحبتك وعايزاكي في موضوع ضروري قوي. صاحبتي انا في ورطة يا شروق، ما حدش ممكن يخرجني منها غيرك. صباح الخير يا ماما، انا داخله انام عشان عندي مليون حاجه الصبح. تعالي هنا، انت هتخشي تنامي وتسيبيني هاتي مع روحي؟ ليه بس يا ست الحبايب؟ ايه حكايه الدكتور سامح دي؟ ايه ده، هو بقى ليه حكايه كمان؟ بنت يا رويدة، اتكلمي معايا دغري وبطلي شيطانه. ايه غرض الدكتور سامح؟ يا امي انا ايش عرفني، هو انا دخلت جواه؟ نعم يا روح امك، بقى عزمهولنا هنا على عشاء على سهوه وما انتش عارفه غرضه ايه. بنت يا رويدة اتعد لي لعدلك. يا امي هو طلب يجي يشوف بيتنا على الطبيعة ويتعرف على ابويا، قمت جبته. فيها حاجة دي؟ ويتعرف علينا ليه يا اختي على الطبيعة؟ من الاخر يا ماما انت عايزانا اقولك انه هو عريس، وانا مش هقولك انه عريس، لان انا اصلا مش عارفة هو راجل ناوي على الجواز ولا مش ناوي على الجواز، يعني عايز يتجوز اصلا ولا مش في دماغه. وبعدين بصراحة أنا ما بعرفش أعمل اللي أنت عايزاه، إن أنا أصطاد عرسان يعني، استريحتي؟ يا خبتي في خلفتي يا أختي يا خبتي، بقى الراجل جه لحد هنا وبنتي بتقولي ما تعرفش تصطاده، يا بنت أعمل فيكي إيه يا بنت؟ هتفضلي قاعدة في أرابيزي كده ترازي فيا؟ ده اللي زيك بقى عندهم عيل واتنين وشحطة قد كده وإخواتك كلهم متستتين في بيوت جوازهم وأنت خلاص هتعنسي وقطر الجواز هيفوتك، ها أقولك تاني؟ يا شيخة قالك القل وتعب السر اكتر ما انتي، ده حتى كلامك حامض وردك ما يبلش الريق. تصبحي على خير يا ست الحبايب. خير؟ هيجي منين الخير وانتي مقدراني؟ ده حتى اخواتك وكل اللي يعرفوكي بيقولولي عليكي دكر وناقصلك شنب، ناقصلك شنب. أمي مالك يا بنتي، في ايه؟ انتوا ايه اللي جرالكوا في البيت ده؟ اتحسدتوا ولا ايه؟ مش عارفة اقولك ايه يا بابا، بس انا تعبانة قوي. عشان ادهم؟ معلش يا بنتي، ما انا كمان قلقان عليه قوي. انا كنت فاكر ان هو لما يكبر هيقف جنبي ويساعدني، وادي اهو اتخرج وخد البكالوريوس واكتئب وقعد في البيت. والله انا بفكر ان انا اعرضه على واحد دكتور نفساني صاحبي. يا بابا يا بابا، انا اللي محتاجه للدكتور مش ادهب. ليه يا بنتي كفايه الله شر؟ انا ضميري مأنبني قوي يا بابا. انت في حد ضايقك ولا اذاك يا بنتي؟ كلميني، انا قلقان عليك. لا يا بابا انا كويسه الطم، بس كان ممكن انا وسمعتي نبقى في الطين لولا شروق. شروق؟ شروق اللي ايوه يا بابا، اللي ادهم كان عايز يتجوزها، هي اللي انقذتني من موقف صعب قوي، بس الظروف هي اللي حطتني فيه وما خرجتش منه غير بعد ما اتعلمت درس عمري. لا 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 لا، الكلام ما ينفعش كده ابدا يا بنتي. انت لازم تكلميني وتحكي لي عن كل شيء بالتفصيل الممل. وحيد انا بكلمك يا وحيد، انت ايه اللي جرالك؟ ما كنتش كده اول ما عرفتك. انا كده، لو بتحبين اثبتيلي انك ملكي، وبدل الشات والنت نخلي الحياه لايف. احنا خلاص كبرنا على شغل المراهقين ده. تصدق ان انت واطي واني ندمانه على كل لحظه عرفتك فيها؟ لا لا لا، استني يا حلوه، كل اللي كان بينا على الشات اتسجل بالصوت والصوره. عايزه السيديهات اسمعي اللي بقولك عليه وتعالي معايا. مش عايزه السيديهات، فضيحتك هتبقى في الجامعه بلوتوث ونت. اه يا خسيس. ماشي يا حلوه، ما تزعليش من اللي هيحصل لك. انا في ورطه يا شروق. طيب وحاضر حاضر. انت وحيد؟ ايوه يا باشا، بس انا والله العظيم مش منضم لاي تنظيم. لا منضم لجماعة المنحرفين. فين يد السيدهات اللي انت هددت بيها امل؟ السيدهات يا باشا.
هاتوا الكمبيوتر ده وكل السداهات دي وهاتوه بالمرة. يلا يا نادل بقى، البنت تسق فيك تروح تبتزها؟ انت ايه يا اخي، ما عندكش اخوات ولاية يا اخي؟ صفخص. تفضل ادية الحاجات اللي كان بيهددك بيها. ورقوف باشا فتش شقته والكمبيوتر بتاعه حتة حتة، والحمد لله كله فل والموضوع في التكتير. مش عارفة اقولك ايه يا شروق، انا مدينالك بحياتي. مش كده يا انا، بس انت حرصي على نفسك، ومش اي حد يقولك يعني اسطوانات مضروبة ويضحك عليك تصدقيه. خلاص يا شروق اتعلمت الدرس، ربنا يخليكي ليا. شروق عملت كده ومن ورا ظهرنا؟ مستحيل، هو الكمبيوتر والنت والشات معمولين عشان المسخرة دي؟ دي سنين سودة ايه دي اللي احنا بنعيشها؟ ده خراب يا ربي خراب. بابا انا ما عملتش حاجة غلط ولا عملت حاجة تخدش كرامتي. الندل ده هو اللي حاول يبتزني. أنا آسفة يا بابا. آسفة؟ يا بالبساطة دي؟ ما هو أنت اللي سمحتي لنفسك إنك تجري ورا كلامه المعسول. إزاي يا بنتي تكلمي واحد شاب على الشات وتسمحي له بإنه يصورك؟ ومش عايزاه يبتزك، ده يبتزك ويفضحك ويجرسك كمان. جاي تقولي لي مفيش حاجه خدشت كرامتك؟ وكانت فين كرامتك دي لما سمحتي له بانه يصورك؟ بابا بابا الحمد لله الموضوع اتلم على الخير، والبركه في الشروق. بركه في الشروق؟ وكانت فين الست والدتك وكيلة الوزارة لما كل ده حصل؟ ها؟ كانت مهتمة بشغلها وبوظيفتها؟ ما تيجي تقعد وتشوف ولادها. ده منعول أبو الوظيفة اللي تمنع أم من إنها تراعي ولادها اللي في سن الخطر. أنا اللي أستاهل ضرب الصرمة فوق راسي. بنت عمرها ما عملت معايا دقة نقص. لما اتضربت بمطوة في بطني مصاريني طلعت براها، اترميت في الشارع وكله خلع وجري. هي الوحيدة اللي وقفت جنبي، خدتني على المستشفى. لا مش بس كده، دي فضلت معايا كل يوم تجيلي وتطمن عليا لحد ما خرجت. هما أنا ساعد في ذبحها. لا ومش بس كده، أعمل مرسال شر الكواني وروح لها لحد دارها، حط ملح على جرحها. صحيح اللي قال علينا زبالة، احنا مش زبالة بس، احنا الماما كمان. صدقها يا بنت مسجونة، كلامك ده أثر فيها. طب والله انت بتقولي حكم، والله بتقولي حكم. انت بني آدم انت؟ انا بني آدمة؟ ده احنا دود، ده حتى دود الأرض أنضف منا يا جدع. الله يقرفك يا شيخة. يا بنت كفايه بقى، كرمشتي مشاعر الحساسه، كفايه بقى. لا ورئيسك ولا على باله، عايز مني ايه تاني بعد اللي عمل؟ لا هيجنننا بنت مسجونه، انه لسه حاططها في راسه. تصدقها بنت انه مد امها على مبايعه البيت بالتزوير كمان؟ اه يا ولاد الابلسه، هتروحوا من ربنا فين؟
شمبر اخويا، الكفن ملوش جيوب. اعمل حاجة، اعمل خير، يوم الموقف العظيم ينفعك، حاجة تغفر كل بلاويك في الدنيا. هنعمل ايه بس يا مسجونة؟ هنعمل ايه؟ اسرق ورقة المبايعة واديها للبت شروق. انت بتقولي يا بت؟ انت اتجننتي؟ ده لو كواننا خد خبر ينسل من جتتي نساير، ده ابن حرام وملوش كبير. مش عارفة اعمل ايه؟ انا عمالة بكت نفسي من ساعة اللي حصل. كلنا دبحناها بسكينة تلمة، كمان البت تتشرد وتلاقي نفسها في الشارع. اسمعي يا بت، جات لي فكرة، بس لو شروق توافق، لو توافق كانت مش بس ترد فيها الحياة، لا كانت ترجع وردة، وردة مفتاحة ريحتها فيها. يا ريت، بس لازم استأذن كوانا، لازم استأذنه. بقى عايز تتجوز يا شمبر؟ وتتجوز مين؟ شروق؟ انت فايق يا جدع ولا مبلبح حاجة؟ لا طبعا انا فايق يا كوانا، بعد اذنك يعني انا هروح اطلبها من امها وجدها شتا، وبعد ما يوافقوا هاجي استسمحك في مهرها. مهرها من انا؟ ايوه مهرها، ومش فلوس ولا حاجه. انا بعون الله عندي الفلوس اللي تقوم الجوازه، وعندي البيت اللي انا بنيه وانت عارفه، فكله من خيرك يا جدع. اما المهر ايه اللي مش هيكلفني؟ يا مؤاخذه، المبايعه بتاعه البيت اللي احنا طبخينها سوا، ماشي؟ قلتلي صدق بالله يا شمبر، انا لولا عارفك كويس كنت قلت عليك راجل برياله، او لو مؤاخذه يعني عايز تمشيها في المشي البطال وتبقى مش عليك يا كوانا. انا كده بتشتمني؟ طب يا اخي حتى لو انا كده، شروق عمرها لا كانت كده ولا هتبقى كده. امال ايه العباره؟ ما ترسيني على فراسك، ده انت كنت موجود يوم ما خدتها وطلعت فوق. يعني ايه؟ ما عندكش ذره مرجله يا جدع؟ حس جاي تطلبها مني انا للجواز؟ كوانا جرى ايه؟ ده احنا دافنينه سوا، واذا كنت نسيت اللي جرى هات الدفاتر تتقرا يا صاحبي. انت ناسي من 10 سنين كان في الخرابه دي ببرطع وقاعد وناكش ريشه وقاعد على الكرسي ده وعامل برنس عزة ابو الروس، ها؟ فاكر ولا لا؟ وكانت تحت رجليه وبتتمرمر نعيمه العايقه، ها؟ فاكرها ولا نسيتها؟ لما حملت منه ورفض يكتب الواد باسمه شايلك الليله وكتبت الواد باسمك، ها؟ فاكر ولا نسيت؟ ونعيمه هربت بالواد بعد ما قتلته. لولا كده ما كنتش انت ورثت الخرابه دي باللي فيها بزغابتها وسفنجها، وقعدت واستربعت وعملت فيها برنس. حلوه قوي الحكاوه دي، انت بتحكي في المحكي ياد، ده فيلم ابيض واسود وانا نسيته من زمان. نسيته ده لاني بس حد ما بيجيبش سيرته وانت طرمخت وردمت عليه، انما ده تاريخ يا صاحبي. وانت بقى الذكر اللي جاي تفكرني بالتاريخ ده، صح يا؟ وعايز تورثني بالحياه وتقعد على الكرسي بتاعي، تمام كده؟ لا 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 لا، انت فهمت غلط. انا اروح فين؟ انا اجي فيك فين؟ ده انا لا عندي دماغك ولا حيلك وتفانينك، انا اجي فيك فين يا برنس؟ حلاوتك ثبتني يا ثبتني، بس ثبتني بمسمار صلب. والله العظيم لا تثبيت ولا حاجه، دي الحقيقه. واشمعنى شروق يا شمبر؟ اشمعنى شروق دون عن بنات العزبه تمن؟ لنفس السبب، نفس السبب اللي خلاك كنت بتفكر فيها ولايد عليها من زمان. شروق كانت لقمه عاصيه عليك، وانا ما قلت لك بلاش تفكر فيها وشيلها من دماغك. بقول لك كده وانا في نفس الوقت بتمناها. انا حبيتها يا صاحبي. واتمنيتها امتى وحبيتها امتى؟ من زمان قوي، من زمان قوي يا كوانا، من زمان وهي مكلبشه فيا، مكلبشه في جدتي. بس حب من ناحيه واحده زي الاحلام، مش هما بيقولوا كده؟
بس طبعا ما كنتش استجرأ اقرب لها ولا هاوب ناحيتها وانا شايفك بتفكر فيها. بس دلوقتي خلاص خلاص، بعد ما خدت غرضك منها ورميتها وبقت زي بقيت سفنج الخرابة، من حقي بقى من حقي بقى ان انا اطلبها، وانا عارف انا عارف انها تخلص لي. انت عارف يا كوانا ان شروق اتاخدت غدر، بس دي لما هتتجوز هتحفظ اللي هتتجوزه وهتصونه. وانت شايف نفسك بقى يا شامبر تقدر تروض وتلجم المهرة الحرنانة دي؟ المايه تكدب الغطاسة يا كوانا، انا عايزها في الحلال وهي ما هتصدق. طب افرض يعني لمؤاخذة يعني انا جالي مزاج منها، هيبقى انت موقفك ايه؟ لا لا، من ناحية دي انا مطمن. شوف يا كوانا، انت فيك كل العبر ونتن، وتبيع ابوك اللي ما تعرفوش في سوق الرجاله، انما من ناحيه الحريم انا مطمن. انت عمرك ما تبص الحريم رجالتك ولا اللي بيشتغلوا معاك. وانا ناسي البنت بتاعت منفاخ لما اديته السكه وجت تتمسح وتتمرمغ تحت رجليك، انت شطها وقلت لها ابدا انا عمري ما بص الحريم رجالتي حتى لو اخر حريم في الدنيا. جدع ياه، مش بقولك بتثبتني وبتثبتني على الكيف. ماشي يا شامبر، ماشي يا عريس، روح اطلبها من اهلها، ولو وافقوا كل حاجه على حسابي، الفرح كفه شيء جهازه على حسابي. طير، مبروك يا عريس. اشت عليك يا برنس. خلاص خلاص يا ادهم يا ابني، انا موافق. انا مش ممكن اسيبك تضيع مني، ده انا تعبت وكبرت وشقيت عشان اتعجز عليك في الكام يوم اللي فاضلين لي من عمري. اذا كنت يا ابني حاسس ان سعادتك في انك انت تتجوز البنت دي، خلاص قوم انزل وروح اتجوزها. هو صحيح يعني الست والدتك هتعمل لنا مشكله؟ لكن مش مهم، احنا هنحطها قدام الامر الواقع. صحيح انا عارف يعني انها هتصور وتزعق لها شوية، لكن بعد كده هتهدى وتروق. الله، مستني ايه يا ابني؟ ما تقوم بقى، قوم احلق دقنك واستحمى وكلك لقمة. ما تقوم يا ابني، اقول لك انا كمان هاجي معاك عشان اخطبها لك من اهلها. انت بتتكلم بجد يا بابا؟ اه طبعا يا ابني بتكلم جد. بابا طب وماما؟ اسكت انت، وانا يا ابني هختار لك البدله من الدولاب بنفسي. الله، اهي البدله دي بقى اخر تمام. ايه رايك في البدله دي؟ يا حبيبي يا حبيبي. جرى يا كوانا، انت بتسالش عليا ليه؟ انت مش بعتلي البنت وقلتلي خبيها في حته الدبان الازرق ما يعرفش يوصلها؟ عايز ايه تاني؟ انا عايزك تطمني، البنت في الامان. هي فين؟ في الامان. انت مفيش اي اخبار عندك من ناحيه الغجر؟ المرسال فاضل له يومين ويجي، والبنت هي الطعم اللي هيجيب الحاجه، عشان كده اوعى حد يشم مكانها. قلنا في الامان، وبعد عليها بعد ما تخلص القهوه. لا تعالى لي انت، ليكون مطيرين ورايا عصافير. حويطه يا بت، تعجبيني يا بدعدع. خلاص اخلص اللي ورايا واعد عليكي. الا قوليلي اخبار سمري ايه؟ اهو بيشتغل قدامي مع المطور. احب انا النسوان الخطره. سلامه ديعه. سلام. ولا يا جنى امي يا معلمه، قول المخفي ده يرش قدام القهوه. سمري خد الجردل من عند النصبه ورش قدام القهوه. طب والطلب بتاع الزبون مين اللي هيوصله؟ هات انا هوديه. المعلمه قالت ترش يبقى ترش. احسن برضه. مش كده يا خبت الرجاله، تكنس القهوة وبعد كده ترش مية. يا معلمة أنا خلاص
اتزليت قوي. مش هتفتحي لي قلبك بقى نرجع زي زمان؟ قول لي الزمان ارجع يا زمان. بقول لك ايه، نظف وانت ساكت. حاضر هنظف. فين المعيش؟ ماشي، خد المقاش، واذا لقيت وسخها على الارض هخليك تمسحها بوشك. يلا. مسحها بوشي؟ قرف. اتفضلي يا حاج، الشوكولاته دي انا باعت مخصوص جايبها من ميدان الجيزه، اللي جابها خد 3 تكوسه، انا جايبها مخصوص عشان شرو. تسلم يا اخويا، انت عرفت انها عيانه؟ عرفت، البنت مسجونه قالت لي ونكدت عليا، بس صدقيني لو عرفت انا جاي ليه هتفز من مطرحها وهتبقى شد من موتوسيكل كوانا. خير يا شامبر؟ هو كوانا بعتك عشان موضوع جوازه من شروق؟ ما البنت سبقه ورفضته، هي تناحه ولا تناحه؟ يا عم تفر من بقك يا عم شيتا، كوانا ايه؟ انا لا مؤاخذه جاي طالب شروق ليا انا، والنبي اوعوا تكسروا بخاطري. هو ايه قصده ده؟ هو معلمك يجي ويترفض وانت تيجي وهتترفض برضو ان شاء الله؟ هي بيعه وشهروه ولا ايه؟ الله يا خالتي، انت بتزرزر عليها ليه؟ روحي بس انت قولي لها، صدقيني هي لما تعرف انا جاي ليه هي بنفسها هتطلب ان احنا نكتب الكتاب الليله ونعلي الجواب. روحي بس قولي لها. وده مين ده اللي بيخبط؟ هو انت جاي معاك حد؟ انا ما معيش حد، بس 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 اذا كان لازم يعني اجيب واحد على القهوه اللي جنبينا. ما انتوا عارفين انا مقطوع من شجره. عارفين يا اخويا ان انتوا كلكم مقاطيع، ولا ليكوا لا اصل ولا فصل اصلا. مقبوله منك يا حماتي. ده مين ده اللي بيخبط؟ ما تستنى يا اللي بتتنيل تخبط. مساء الخير يا طنط. اتفضلي يا حاج، الشوكولاته دي انا باعت مخصوص جايبها من ميدان الجيزه، اللي جابها خد 3 تكوسه، انا جايبها مخصوص عشان شروق. تسلم يا اخويا، انت عرفت انها عيانه؟ عرفت، البنت مسجونه قالت لي ونكدت عليا، بس صدقيني لو عرفت انا جاي ليه هتفز من مطرحها وهتبقى شد من موتوسيكل كوانا. خير يا شامبر؟ هو كوانا بعتك عشان موضوع جوازه من شروق؟ ما البنت سبقه ورفضته، هي تناحه ولا تناحه؟ يا عم تفر من بقك يا عم شيتا، كوانا ايه؟ انا لا مؤاخذه جاي طالب شروق ليا انا، والنبي اوعوا تكسروا بخاطري. هو ايه قصده ده؟ هو معلمك يجي ويترفض وانت تيجي وهتترفض برضو ان شاء الله؟ هي بيعه وشهروه ولا ايه؟ الله يا خالتي، انت بتزرزر عليها ليه؟ روحي بس انت قولي لها، صدقيني هي لما تعرف انا جاي ليه هي بنفسها هتطلب ان احنا نكتب الكتاب الليله ونعلي الجواب. روحي بس قولي لها. وده مين ده اللي بيخبط؟ هو انت جاي معاك حد؟ انا ما معيش حد، بس 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 اذا كان لازم يعني اجيب واحد على القهوه اللي جنبينا. ما انتوا عارفين انا مقطوع من شجره. عارفين يا اخويا ان انتوا كلكم مقاطيع، ولا ليكوا لا اصل ولا فصل اصلا. مقبوله منك يا حبيبتي. ده مين ده اللي بيخبط؟ ما تستنى يا اللي بتتنيل تخبط. مساء الخير يا طنط. انت مين انت بقى؟ ده انت ادهم. ادهم ادهم اللي كسرت بنفس بنتي؟ ده انا هاكلك بسناني قد. اختشى يا ضحى، مش كده عيب؟ الراجل ضيف برضه. ضيف ايه يابا؟ ده جاي يشمت ويتشفى فينا. خير يا باشمهندس؟ طب يا جماعه مفيش اتفضل حتى؟ لا يا عم، لا اتفضل ولا بتاع، وانا خلاص مش طايقك ولا طايقه اسمع لك كلمه. انت فاكر ايه؟ بنتي بايره ولا مع الناس؟ ده العرسان واقفين يا حبيبي طوابير طوابير على الباب. طبعا طبعا يا طنط، انا عارف انا عارف ان الطابور طويل وطويل قوي كمان، بس انا بقى يعني بيتهيالي كده اني واقف اول الطابور. حتى احنا ممكن ننادي شروق ونسالها. في ايه يا باشمهندس؟ في الحقيقه انكل، انا جاي يعني اطلب ايد شروق، ومعايا والدي واقف بره وبيستاذن في الدخول. بعد اذنكم ثواني. بابا يا بابا تعال. اتفضل يا بابا. بابا بابا ده ايه؟ في ايه يا اخوانا؟ اخينا اللي جاي يطبل في المتطبل ولا ايه؟ مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بابا المهندس عفة. بابا دي طنط ضحى مامة شروق وانكل شتا جد شروق. اهلا وسهلا يا هاني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا يا باشا. اهلا وسهلا. اخلع انت اخلع انت، خف عجلك واخلع من هنا. يلا اخلع. ايه يا عم شتا؟ انا مغرز بسامير وبايت هنا للصبح. بقول لك ايه يا بابا عفة، انت اذا كان على الفلوس انا تائل شروب الفلوس. هو بيعمل كده ليه يا ابني؟ هو في ايه؟
يا بابا انا ما عنديش اي فكره. الظاهر يا حاج ان احنا جينا في وقت غير مناسب. والله يمكن كده ويمكن كده. اصلها نصيب بقى وارزاق بعد عنك على راي المثل. مكتوب على الجبين من قبل ما يبقى في البطن جنين. اتنبر يا اختي على كهن البنات. امتي فطيتي اول ما نطقت اسمي. نبي يا بنتي دعيتك طول الليل ودعيت لك كمان في اذان الفجر. ادهم جه بره وجايب ابوه عشان يطلبك رسمي، وجايب معاه ورد، والاكاد قال ايه الواد شنبر المعفن جه قبل منه كمان يطلبك للجواز. يا بنت شنبر اللي مع كوانا قالوا ايه وجايب معاه شوكولاتة، بس اش جاب لي جاب ده معفن، انما ده قيمة وسيمة. يلا يا حبيبة امك قومي تشطفي كده وغيري هدومك، اجيب لك بسلة المية هنا. هطلع كده وماله، قمر منور وبدر البدور، وعلى رأي المثل الكحلة ما تحليش واحلة، الحلوة حلوة لو قامت من النوم، والوحشة وحشة لو استحمت كل يوم. اهلا وسهلا، سعدت بيه. اهلا وسهلا. انست وشرفته لمؤاخذة البيت يعني مش قد المقام، لكن اساسه متين ومدماكه جامد، وحضرتك بقى باش مهندس وسيد العارفين، وبيقولك في المثل على الاصل دور. وبنتنا شروق بنت طول عمرها زكايه ونبيها، والزكاوه باينه عليها من ايام ما كانت عيله صغيره بتلعب في الشارع. والبنت شروق دي طول عمرها جدعه، اي والله جدعه، وجدعنتها تكفي الف راجل، ولما تحط حاجه في دماغها لازم توصل لها. وابن حضرتك طبعا راجل وابن اصول، ومستقبله قدامه انا شايفه، وان شاء الله بنتنا هتكون ادم السعد والهنا عليه. ان شاء الله ان شاء الله يا انكل، بس حضرتك كده ادعي لنا عشان خاطر البركه تحل. جرايه يا انكل، احنا هنا يا انكل. ايه انت لسه قاعد يا تلم؟ قوم ايش جاب لي جاب. يلا يلا روح على الخرابه اللي انت جاي منها، قوم خف عجلك. بقول لك ايه يا انكل، سيبني ساكت وماسك لساني، ما تخلينيش اتكلم. هتكلم تقول ايه يا جعر؟ هتكلم تقول ايه؟ انا مش عايز اعلي صوتي، في ناس اجاويد وناس جامده معانا هنا. يلا يلا روح. قلت لك انا مش متحرك من هنا، انا قاعد هنا ومرابط لغايه شروق ما تطلع، وهي بذات نفسها اللي تقول لي، لو قالت لي انصرف هنصرف. قول لي يا انكل لو سمحت، هي شروق هنا ولا لا؟ بس هي لمؤاخذه بعافيه شويه. ليه بس؟ كفلنا الشر ولا حاجه، شويه برد زي اللي بيقول اي حد، حتى وهي عيانه برضه ورده مفتحه. شروق جت اهي. شروق انت كويسه؟ الحمد لله انا بخير. انا بقالي كذا يوم بكلمك على الموبايل بس كنت بلاقيه مقفول، لدرجه ان انا اتخضيت عليك قوي. الأيام اللي فاتت ربنا يعلم عدت عليا ازاي، أنا كنت بموت، بس الحمد لله بابا رق لحالي لما شافني بالشكل ده، اقتنع بكلامي وعرف إن أنا يعني مش ممكن أعيش من غيرك أبدا. إحنا خلاص جينا النهاردة عشان خاطر نطلب إيدك للجواز ونحقق حلمنا اللي حلمنا بيه طول عمرنا يا شروق. إيه يا ضحى؟ هتفضلي واقفة كده؟ مش تعملي حاجة للضيوف؟ حاضر يابا، سعاده الباشا اعمل لحضرتك شاي ولا انزل اجيب لك بن محوج من عند البقال؟ لا شاي ايه وبن محوج ايه، احنا عايزين نشرب شربات. اي والله شربات ورد كمان، اصل ابني ادهم نجح خد بكالوريوس الهندسه وهيتعاني عندي في الشركه بقى مهندس مسؤول عن الشركه كلها، عشان كده احنا جايين طالبين القرب منكم، طالبين ايد بنتكم شروق لابننا ادهم. أنا عارف طبعاً ومقدر كل الظروف، عشان كده إحنا مش طالبين منكم أي حاجة، أنا هتكفل بكل شيء، المهم عندي إن ابني أدهم يبقى سعيد، لأن ده كل شيء عندي في الدنيا. قلتوا إيه؟ إيه رأيكم نقرأ الفاتحة؟
الله يبارك لك يا سعاده الباشا. انا هنزل اجيب لكم بقى شربات من عند البقال هوا. استني يا اللوستة شامبر كان جاي عشان يقول حاجه مهمه. قول يا استا شامبر كنت جاي ليه؟ لا مؤاخذه يا شروق، انا كنت جاي طالبك للجواز. ايه يا ابني ده؟ ايه يا شروق؟ انت ساكته ليه؟ هي دي عايزه تفكير؟ ايه يا باشمهندس؟ مش من حقي حتى افكر؟ ده انتوا تانيتوني وفردتوني وانا عندكم في البيت، والبيه والدك عرضني في سوق الجواري، والست والدتك مسحت بيا البلاط وانا كاني خشه زفره. طلعتوني من هدمتي وحطيتوني قدام مرايه كل وش فيها كان سكاكين بتقطع في جدتي. بهدلتوني عشان حبيت بجد وبضمير. طردتوني من جنتكم وعيرتوني بأهلي، بأمي الفراشة وبأختي الخدامة وأخويا الحرام. مش كده؟ جايين عايزين مني إيه دلوقتي؟ أنا آسف يا بنتي، أنا بعتذر لك عن كل كلمة قلتها، بس عمري ما هنسى جميلك اللي طوقتي بيه رقبتي حتى لو عشت 100 سنة فوق عمري. أمل صاحبتي عفت بيه، وربنا وحده يعلم إنها أكتر من أختي، واللي عملته معاها كنت ممكن أعمله مع أي واحدة تانية جت تستنجد بيه. أنا مش فاهم حاجة. أمل إيه؟ إيه موضوع أمل ده؟ يا ابني دي حاجة كانت في الماضي، خلينا إحنا في المستقبل. أيوه صح 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 كلامك يا بابا، الكلام ده مظبوط يا شباب. إحنا ننسى الماضي خالص، ننسى كل اللي حصل، حتى الموقف البايخ اللي أنت بتتكلمي عنه ده. أنا عارف قد إيه هو كان جرح ليكي، وكان جرح ليا أنا كمان. حتى ده ننساه ونبتدي من جديد. أنا جاي النهارده عشان خاطر أرد لك اعتبارك، جاي عشان خاطر أتجوزك، وداخل البيت من باب وشروق. للأسف جيت متأخر قوي يا باشمهندس، متأخر قوي بعد ما الدنيا اتربقت فوق راسي. ايه الكلام ده اللي بتقوليه يا شروق؟ الراجل قالك انه هو غلطان وطالب صفحة جديدة، السعد على بابك ما ترفضيهوش. ما عادش ينفع يا جدي، اللي انكسر ما يتصلحش. للأسف يا باشمهندس جيت متأخر قوي. ولا يهمك يا ست البنات، لعلمك بقى انا طلبتك من جدك شتا وملمك، بس هم قالولي انكتب خالص وغور من هنا. انا كتمت وحطيت في بقي شرمة قديمة، بس قلت مش هتعتع من هنا الا لما تيجي انت وتختاري بينا، بيني انا وبين الاخ ده. تختار بينا يا جدع؟ انت مين اساسا؟ جايه شروق، انت معقوله يعني كل اللي بتفكري؟ انت بتعملي مقارنه بيني وما بين ده؟ الله الله الله، ايه ماله ده؟ ما تحسن من نفسك يا جدع انت. جايه شامبر، انت بتتطول على ضيوفنا الاكابر ولا ايه؟ ما عندناش بنات للجواز. بصراحه كده، روح بقى اتفضل من غير ما ترد، دور على واحده من عينتك. الله، جريه خاله ضحى، انت هتزرزري عليا تاني؟ شروق هي اللي تقول يا يا لا. استني يوم انا اللي هتجوز. روح يا باشمهندس اختار واحده من عينتك. انا هتجوز شامبر على الاقل من طنتي وعجنتي، مش هيستعر مني ولا هيعيرني باصلي ويقول عليا بيئه. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل من غير ما ترد. ايه مالك يا ابني زعلان قوي كده؟ احنا عملنا اللي علينا وزياده شويه. صدقني يا ابني لك اسم فيها، هتتجوزها. ايه شروق، انت معانا ولا ايه يا بنتي؟ يا بنتي حبيبتي، انت اتخبطتي في راسك ولا ايه؟ تسيبي ابن الزواج وتبصي لابن الله؟ جرايه يا حماتي، لا بقولك ايه، خلاص ما تنفعش الزرزره ولا الغلط من اولها. زينت البنات خلاص،
اختارت زين الشباب. ما هو بصراحة ربنا الكلام ده ما يخشش عقل عيل صغير. بقى البنت شروق تسيب باش مهندس قد الدنيا وتبص الواحد عواطلي وسوابق، الموضوع ده فيه إنا ولازم أعرفه. يا حماتي لإن ولا كأن. المسألة باختصار إن شروق بتفهم، عارفة إن إحنا الاتنين من طينة واحدة، عجينة واحدة، بيئة زي بعض. الله يا جماعة شروق ما تقولي له مشروق. اطلع بره، مش طايقة أشوف حد. لا 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 جريا يا ست البنات، احنا كنا خلاص هنبتدي نتكلم في ترتيبات الزواج. بقول لك اطلع بره، اطلع بره. شامبر اخلع دلوقتي، سيبها دلوقتي وامشي انت. خلاص 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 ست البنات، انا همشي على ما تهدي كده ثم نعاود القرة، يعني لنا لقاء اخر، ومن حسن النية هسيب الشوكولاتة. بره، بقول لك بره 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 بره. يا ببص ايدك لو فاهم حاجه فهمني، انا مش فاهمه حاجه. بنتك اصلها حره، عرقها نافر، ما طقتش يعيروها باهلها فخدت بطارها منهم. لا يا بلا، الحكايه مش حكايه طار، دول جم لحد باب البيت وتاسفوا لها. حاسه يا ابا ان البنت دي حصل لها حاجه، بس هي ايه مش عارفه. حاجه ايه؟ يعني انها ممسوسه ولا حد عامل لها عمل. سامح ما جاش ليه؟ في المركز عنده شغل. من ساعة ما اشتغل معاك في المركز وهو ما بيقعدش في البيت، حتى الأكل بياكله بره. ما تسيبيه يعيش بالطريقة اللي تعجبه. أنا لما صدقت إنه خرج من الصوبة الحضانة اللي كنت حبساه فيها، سيبيه بقى يعيش زي بقية البني آدمين. حضانة وصوبة؟ عموما الحضانة والصوبة دول هما اللي خلوه متفوق وخد الماجستير والدكتوراه في وقت قياسي وهو معايا. لما اشوف بقى لما يبقى معاك هيعمل ايه. عن اذنك انا رايحه النادي، خليهم يحضروا لك العشاء. مع السلامه. روحي اقعدي قعده النميمه مع الليدس بتوع النوالي. مساء الخير يا دكتور. اهلا. مساء الخير يا ناس، طمنيني اخبار سهميه. لا احنا اتطورنا خالص. حضرتك مش بتكلم الدكتور صلاح؟ الحقيقة عايز أكلمه بس أنا بقالي يومين مشغول. برنامج العلاج اليومي اللي عامله الدكتور صلاح لسهام أثبت نجاحه. ده غير إن هي دلوقتي ما بقتش عندها رغبة للهروب للشارع زي الأول، والعلاج النفسي عامل نتائج مدهشة. والله دي أخبار هايلة. قولي لي هي صحية ولا لا؟ هي دلوقتي قاعدة قدام الكمبيوتر بتلعب جيمز. جيمز؟ مش كبرت على إنها تلعب جيمز؟ أنت بتراقبيها ولا لا؟ طبعاً. خايف لك كنت دي حالة من حالات الهروب. لا ما تقلقش حضرتك، دي كلها ألعاب عادية وأنا أحياناً بقعد ألعب معاها. طب أنا هطمن عليها على إذنك. اتفضل حضرتك. من عين مزغونة، ومن عين السامري، من عين السامري، ومن عين دوحة، من عين شوقية، من عين شربات، من عين كل اللي شافوك وما صلوش على سيدنا النبي، ومن عين محبينك قبل عدوينك. يا لهوي يا بنتي، شايفه العين منفوسه ومحسوده يا ضنا. ربنا ينجيك يا رب. امي قعدت تقررني وما كانش ناقص غير انها تقعدني على جهاز كشف الكذب. هو جالنا ليه؟ زارنا ليه؟ زارنا وما قالش حاجه ليه؟ طب هو فتحك في موضوع الجواز؟ طب امتى؟ رغي 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 رغي. ما زهقانين منك قوي كده عشان كده عايزين يخلصوا منك يعني ولا ايه؟ يخلصوا مني ده ايه؟ ده منطق اي ام شرقيه خصوصا في المناطق الشعبيه. البنت اول ما توصل سن العشرين وما فيش عريس يخبط على بابها، الام تولول تقول خلاص بنتي عنست، بنتي هتبلط في الخط، قطر الجواز فاتها، والبنت تدبل ويعتبروها زي الضيف اللي مش مرغوب فيه. حاجه جامده جدا، فيلم صعب يعني. وبعدين هتخرجي من المأزق ده ازاي؟ يا سلام، على فكره انت اللي حطيتني في المأزق ده، لازم تتصرف يا استاذ. بقول لك ايه،
استر علي. الهي ربنا يستر عليك. الله، انت بتتكلمي جد ولا ايه؟ جد الجد كمان. يعني انت عايزاني اروح لكم البيت واتقدم لك واخطبك يعني؟ الله، هو انا ضربتك على ايدك عشان تيجي تزورنا في البيت ولا ايه؟ ولا انت كنت فاكرها فسحه نزهه؟ لا بقول لك ايه، اوعى تكون فاكرها نزوه يا استاذ. روايه كفايه، انا هصدق بعدين. ما انا عايزاك تصدق. يعني انت بتحبيني يعني؟ خلاص اقتنعتي بحكايه ان في مشاعر وفي حب وفي حاجات كده يعني؟ لو حصلت الرعشه يبقى حصل. امسك ايدي، بص في عينيا وركز. بص طبعا جدا بركز. ايه ده؟ انتوا هنا بتعملوا ايه؟ اصل الدكتور كان سخن، كان تعبان، وانا كنت بقيس له النبض يعني. على فكره هو داخل عليه دور برد، لازم يستريح. انا بقول لحضرتك لازم يستريح في السرير، تعبان بجد. تقول ايش قوي، سامح طول عمره بيتدلع. خد لك اجازه يومين يا ابني. انا فعلا محتاج اجازه، يعني مرهق من الشغل جدا، بس لازم الاول اخلص البحث الميداني بتاعي. الشغل اهم من اي حاجه. برافو. ادعم رمزي، ادعم رمزي، عملت ونون وتحسس وتعبني وكل دي حجاره. بقول لك ايه، الحجاره دي على قدي، مش هتكفينا احنا الاثنين. طب مثل عليها بحجر. بقول لك ايه، انا جاي من الزريبه خرمان وعايز اقعد اضرب مع روحي كده عشان اصفي بينا حساب قديم. ليلك وبنروح في حساب. حساب جامد قوي. انا قعدت اتعلم 6 سنين ابتدائي، ثلاثة عدد، في ثلاثة ثانوي، في 5 جامعة، يبقوا كام؟ 5 و6 و3 مش عارف. 17 سنة تعليم، بعد كده أشتغل زبال في زريبة خنازير. والواحد صاحب الزريبة اللي ما بعرفش يقرأ ولا يكتب بيطلع له 5000 جنيه في الأسبوع، يعني 20,000 جنيه في الشهر. وأنا مهندس يا دوبك بعرف اطلع 1000 جنيه في الشهر. يا عم رمزي احمد ربنا، يا عم رمزي ده في ناس دكاتره في الجامعه ما بيطلعوش بال1000 جنيه دي. برضه محرمه، انا بضرب الهباب ده بنصهم وداخل في جمعيه ب200 جنيه عشان احوش تاشيره امريكا، ومكسور عليا شهر. تقدر تقول لي بقى هسافر امريكا بعد قد ايه؟ بعد 20 سنة. وامريكا هتفضل زي ما هي؟ لا لا، امريكا هتسافر واحنا هنحوش لها. شطورة يا جويد. مين ده يا ابو ورقة؟ صاحبك؟ لا مش صاحبي ولا صاحبك، ده بوحة صاحبنا كلنا. صاحبنا كلنا ابو ورقة وبوحة. ايه اللي يام دي؟ هي ناقصة يعني ايه؟ هو نايم على وداني؟ تاخد ابنك وتروح تطلبوها للجواز عفت؟ بتحطيني قدام الامر الواقع بعد ما تيجي الطوبه في المعطوبه؟ انا كنت بحاول انقذ ابننا يا امينه، ده الواد كان هيضيع مننا، كان قافل على نفسه باب اوضته ورافض ان هو يدوق الزاد. ان شاء الله يموت ولا يروح 60 ده يا تاخده، بس ما يفضحنيش وريحه اتجوز اخت الخدامه اللي بتشتغل عندي. اطمني يا ست هاني، اهي اخت الخدامه اللي انت بتتكلمي عليها دي ردت اهانتنا ليها. اخت الخدامه اللي بتقولي عليها دي رفضت انها تتجوز ابنك، وهو رجع تاني دخل اوضته وقفل الباب عليه. شوفي بقى هتتصرفي معاه ازاي، ولا اقولك ابقي جيبي له دكتور نفساني احسن. اعوذ بالله، حاجه تقرف. سيبهولي، انا هربيه من جديد وهنسيه الماما دي. انا حاطط اختها من اهو بيت شويه. انت يا زفته. ايوه اسفه. تلمي هدومك حالا، انا خلاص مش عايزاك تمشي من اهو بسرعه. ليه بس يا ست هنا؟ ده ربنا يعلم بشتغل بما يرضي الله، ما بخليش في جهدي جهد عشان ارضيكي. يا اختي عكون، بقول لك يا بت من غير غلبه وكتر كلام، شوفي قعدتي كام يوم اهو وخدي حسابك وروحي. يلا خلصيني. كتر خيرك يا ستي. ايه يا بت اللي جايبك الساعات؟ وايه الشله اللي في ايدك دي؟ طردت ياما. اتطردت ياما؟ يعني هتقعدي جنبي؟ طب اختك ومجرشانا في البيت. خشي خشي يا وكساني. ايه اللي حصل؟ مفيش يما حاجة حصلت. بعد ما أم أدهم رجعت من عندكم وجي قال لها على اللي حصل قامت طردوني.
انا بس مش قادره افهم يا شروق، انت ليه رفضتي الجوازه بعد ما كنتي بتتلودي عشان تتجوزي؟ اساليها، اصل انا مش فاهمه حاجه. خلاص بقيت طور الله في برسيمه، الخيبه النيني النيني تقول لي الضحى تعالي اشتريني. عقربتين على حيط ولا قعدت بنتين في البيت؟ انا خلاص الديون هرتني والديانه شمتانين فيا كلهم، بقيت امشي في الشارع مداريه وشي متديانه هنا وهنا. انا خلاص فاض بيا، يا تشوفوا صرفه يا اما هسيب لكم الدار وهج. انت يا بنت ما تردي عليا. ايوه يا اما. لا يا سلامتك يا ضنايا، هتفضلي قاعده كده متكمكمه في البيت من الكنبه للسرير ومن السرير للكنبه؟ عايزه مني ايه يا اما؟ عايزاكي تنزلي يا ضنايا تجيبي لنا المام يا حبيبتي. انا خلاص الدواء خلص وربنا عالم بالوجع اللي انا فيه، وخلاص مش قادره استلف من حد تاني. شوفوا لكم صرفه بقى. حاضر يا اما، هنزل الشغل واجيب لك الدواء وتسددي الديانه. حاضر. ما تزعليش يا شوق، انا هنزل معاكي بكره الشغل، بس تعلميني اعمل ايه وانا هاخد الفل منك وانزل ابيع وسط العربيه، وفي اخر اليوم ننزل نشتري فرخه مشويه ولا كيلو ممبار. يا سلام، ده انا نسيت شكل اللحمه. انا جعانه ياما. روحي يا اختي استلفي لنا كوبايه زيت من ام عليهم، وانت خشي خرطي البدنجان اللي جوه واقليها. العيش خلص ياما. روحي هات رغيف من ام احمد. لا انا اخر مره رحت لها طردتني. خدي يا بنتي شربات، خدي 10 جنيه روحي جيبي عيش وزيت. 10 جنيه ياما معايا. يا بنت المنكوس، معاكي فلوس وما بتقوليش. ياما دول اجره الكام يوم اللي خدمتهم عند الست امين. هات يا بنت ده، هات اللي معاكي. خلاص خديهم واصرفيهم مره واحده وخليني على الحديده. خدي يا بنت الخمسة جنيه دي، روحي هاتي بيها الزيت والعيش بس. اجيب كمان علبة تونة وورقة لانشو ياما؟ لا يا بنت، جيب اللي انا قلتلك عليه بس وبلاش تركعها في الشارع. يلا وانت كويكسي عودي، هتكون واكسة لما تبقى توكسكو. سامح يلا خلص اكل يا حبيبي علشان نلحق اجتماع بتاع المركز. حاضر، بس حضرتك مش شايف ان سهام بتاكل بطريقه غريبه شويه؟ بتاكل جامد يعني. ايه يا سهام؟ على مهلك يا بنتي، الاكل مش عصير. ايه ده؟ انا عجبتك كده؟ اصل انا نفسي مفتوحه قوي يا بابي. بعدين سوري، بقالي كتير قوي ما اكلتش معاكم على السفره. ده طبيعي. طبيعي يا دكتور. وانا عندي تفسير هناقش فيه الدكتور صلاح، وبشكل عام انا ما عادش ليا لزوم لوجودي هنا بشكل دائم، يعني ملوش لزوم للبيت. هل سهام بقت مستقر؟ يعني هي خفت وممكن تتجوز؟ موضوع الجواز ده اللي قراره الدكتور صلاح، انما خفت نهائيا لسه قدامها عده جلسات لمده قدام. خلاص تكمل علاجها بره. انا اتفقت مع اختي اول سفريه ليها لاوروبا تاخدها معاها، وجايز انا كمان اكون معاه. ده ايه القرارات الصباحيه المفاجاه دي؟ سهام لها دكتور هو اللي قرر الحاجات دي. قول لي يا سامح، ناوي تتجوز امتى يا حبيبي؟ ان شاء الله اول ما الاقي العروسه هتجوز فورا. لا انا شفت لك حته عروسه يا فيها كل الصفات المثاليه اللي تليق بيك وبينا. رايك ايه بالظبط؟ في العروسة. العروسة دي عروسة هايلة بصراحة، عروسة مثالية في كل حاجة. خلاص اتكل على الله وشيل، ما انت واضح ان انت اتربيت بطريقة لازم تتجوز جواز صالونات، بابي ومامي ونينا ومش عارفة ايه، ابن زوات يعني. طب بس بالراحة بالراحة، ايه الطريقة دي كلها؟ انا غلطان ان انا حكيت لك حاجة اساسا، انت زعلتي ولا ايه؟ هو زعل من ايه؟ صحيح، انا نسيت ان انت المشاعر عندك والحب والغيره والكلام ده كله بتسميه سذاجه وتفاهه. طبعا سذاجه، وبعدين اغير من مين؟ اغير من واحده لنا ولا انت شفناها اساسا؟ دي مجرد حكايه على لسان امك. حلوه قوي على لسان امك دي، بس برضو انت غيرتي. انا بقى مش هرضي غرورك واقول لك
ممكن يا سيدي اشوف مامتك سليلة البشوات زي انت ما شفت مامتي سليلة الطبقة المتوسطة؟ اه طبعا ممكن قوي، ليه لا؟ اتفضل. دكتور سامح، دكتور مأمون مش هيقدر يحضر الميتنج، وبقول لك يا ريت تجتمع بفريق البحث وهو لما يجي يطلع عليه. انا مش عارفه الدكتور مأمون بيروح فين، بس مش عارف الراجل ده ليه غطسات غريبه كده. واخد الكاميرا معاه؟ ايوه اخدها. يبقى اكيد نزل بقى عشان يصور العينات بنفسه. يا صباح الفل على بياعين الفل اللي احلى من الفل. على فين العزم كده ان شاء الله يا ست الكل؟ رايحه اسعى على رازي، سيبني في حال الله يسيئك. اسيبك بعد ما شقلبتي كياني وعلقتيني؟ طب ده انا كنت جاي لكم النهارده عشان نتكلم في المفيد. مفيد؟ انت ايه يا جدعان؟ انا مش طردتك من دارنا. ايوه لما عملتي الحكايه دي قدام ابوكي وجدك، بس انت عجبتيني قوي قوي بقى لما طردت الواد ابن الزواج وقلت له انا وشمبر عجينه واحده وطينه واحده وبيئه شبه بعضينا، يعني دي كيفتني قوي 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 يا شروق. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش ريحه الاحمر. انت ايه؟ تقبل تتجوز واحده معلمك دبحها يا جبل؟ وماله يعني ما فيها يعني يا شروق؟ ما بتحصل يعني، خصوصا ان الموضوع ده حصل غصب عنك. لكن صدقيني والله العظيم ده لو كان بمزاجك انا لا كنت بصيت في خلقتك ولا عبرتك. وبعدين يعني ما ده كان موضوع يعني موضوع قديم وخلاص وخلص. احنا ولاد دلوقتي، انا ابتدي احاسبك من يوم ما يتكتب كتابي عليكي وتبقي على اسمي. سلام يا بلد الكلام، حلو قوي كلام السيما والافلام ده. يعني انت تقدر تنسى؟ انا بقى ما اقدرش انسى لاخر يوم في عمري. عايزنا كده نتجوز ولا كاني في اي حاجه حصلت؟ وابن الكلب دوت قصاد عيني وانت بتشتغل وياه؟ خلاص يا ست البنات، تاهت ولقيناها. احنا نتجوز ونسيب المخروبه دي خالص، نروح اسكندريه ان شاء الله، حتى نروح الصعيد، اي حته نبقى فيها مع بعض. شروق والله العظيم والله العظيم انا عايزك في الحلال. انا عارفه ان اي واحده مكاني تتمنى اللي انت بتقوله ده، راجل يصبر عليه وتتحمى فيه. بس انا صدقني يا ابن الناس ما عادش ليا اي نفس بالدنيا كلها، ما بقاش في حاجه تنفع لك الناس. استنى فهمتك بعقلك يا شمبر، راحت عن بالي ازاي دي؟ بس ولا يهمك، حتى دي كمان ليها حل. هي ايه دي اللي راحت عن بالك وليها حل؟ لا 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 لا، مؤاخذة يعني حكاية ان انت يعني مش بنت بنوت يعني، بس دي كمان ليها حل. عملية بسيطة خالص بتتعمل ب200 جنيه وربع ساعة زمن. البت شمة عملتها. اتفخص عليك راجل واطي. فل يا باشا. ازيك يا شو؟ ازيك يا باشا، وازاي الهنم الصغير؟ الحمد لله كويسه. اؤمر يا باشا، اي خدمه؟ عايز فل؟ اه وماله، هاتي. اتفضل. هاتي. اتفضل يا باشا. الله، متشكر قوي يا شو. خدي. لا مؤاخذه يا باشا، معيش فك. خلي بقيت ال 100 جنيه عشانك. الحق يا بت، الراجل خد الفل اللي معاها وداها 100 جنيه. يا نهار مدوحس، البت بنت ليه؟ دايما محظوظ. شروق لفي وتعالى اقعدي جنبي. جنبك ايه ده يا عمر؟ يفتح الله، دي فلوسك اهي، هات الفل. ايه ده انت مش فاهمه حاجه، انا دكتور وعايزك. عايزني؟
اه يا ولاد الكلب، حتى البدل بقت شايله جواها كلاب مسعوره وخنازير. اه يا ايوه اطلع يا اخويا، ما اطلعش ليه؟ الفل يا ابن الحراميه. شمه انت يا بنت شمه. ايوه بيه. ايوه تعال. ايه ده بيه؟ هو مش حضرتك الصحفي اللي خد مني الكلام قبل كده؟ ايوه هو بشحم ولحم. قولي لي هي فين اللي اسمها شروق؟ اوه تعني شروق، ايه حكايه الزفته دي؟ ايه يا بيه؟ مش كل فل ولا هي يعني بتبيع فل احسن من فل اللي معانا؟ لا لا اسمعي، خدي 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 ال 20 جنيه دول روحي اندقلها يلا. ايوه كده يا بيه. ايه ده اندهلها ليه يعني يا بيه؟ مش فاهمه هو انتوا عايزينها في ايه يعني؟ هتفهمي كل حاجه، انت كمان هتيجي معانا يلا. انا يا بيه هاجي معاكم؟ ايه ده هي ايه العباره بالظبط؟ انتوا تبع الاصلاحيه ولا المعونه الامريكيه؟ اصل يعني يا بيه من كام سنه كده يعني جات لنا نايبه من المجلس وقالت لنا هصوركم، ووزعت علينا اكل ولبس ويعني حاجات كتير قوي، كله يا بيه تبع المعونه الامريكيه. طيب احنا يا ستي مش تبع المعونه الامريكيه ولا حاجه، احنا تبع المعونه المصريه العربيه، فهمتي بقى؟ فهمت قوي يا بيه. يا بنات يا اولاد تعالوا تعالوا، مسخونه تعفى نار، تعالوا. ايه في ايه؟ دول بقى تبع المعونه، يوزعوا لنا اكل ولبس وحاجات حلوه قوي. امال فين شروق؟ بعد اذنك نادلها. بنت يا شروق تعالي بنت، دول بتوع المعونه هيوزعوا علينا فلوس يا بنت، تعالي. طب تعال 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 تعال. انت ابن الدكتور صح؟ بقى هو دوت اخر الجميل اللي انا عملته معاكوا يوم ما بنتكوا تاهت؟ طب ايه دي بس؟ وايه اللي حصل؟ ابوك خد الفل وهرب وكان عايز. لا 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 ما كانش عايز حاجه، واضح انك فاهمه غلط. عموما تمن الفل كام؟ 25 جنيه. اتفضلي ادي 50 جنيه اهو. لا 25 بس. خلاص خد ال 25 جنيه بتوع الفل، وكل واحده فيكوا هديها 100 جنيه عشان تيجي معانا المركز. مركز ايه؟ مركز الشرطة؟ لا لا مركز الابحاث. عشان تصورونا يا بيه زي المعونة؟ بالظبط كده عشان نصورك. وهيدونا يا بت فلوس ولبسة فرنجي واكل. طب نجيب اصحابنا وبقية العيال يا بيه؟ لا 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 كده كفاية قوي، اتفضلوا يلا بينا. ما يلا يا شروق، انت خايفة ولا ايه؟ لا وانا هخاف من ايه يعني، يلا. يلا اتفضلوا يا جماعة. يلا يلا يلا. بس الحكايه كده ما تطمنش يا شمبر ولا منفاخ. آه. انت شفت البنت شروق معاهم؟ اه هي عصلاجت في الاول بس بعد كده ركبت معاهم. شفت قال لك عصلاجت عصلاجت، ده بقى اللي مدخلها دماغي ومنغششه ومش راضيه تطلع مني. بس برضه ركبت كورك يا منفاخ. انت ما دخلتش معاهم ليه؟ عشان تفهم ايه الحكايه. خفت يكون حكومه يا شمبر. حكومه؟ تكون الحكومة قررت تلم بنات الشارع وتشغلهم؟ بس ده هتشغلهم ايه؟ هي عارفة تشغل الموظفين اللي عندها؟ ده الموظفين فاتحينهم كل يوم على الجرايد وفي التلفزيون على الأسعار وغلوها. اسمع لي بقى انت، هو فتح لي دماغك، عايزكوا تقبوا وتغطسوا وتجيبوا لي قرار الموضوع ده ايه؟ عقبال ما اعمل كام تليفون، طيروا انتوا. ماشي ماشي ماشي، يلا 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 يلا. ما انا ربي واكبر واعملهم اسفنج والحكومة تاخدهم على الجاهز. الون قولوا للسعايه يجيبوا لهم اكل وحاجه ساعه كده. هندلعهم قوي يا دكتور، احنا مش هنديهم باكيت ماني. مش الدكتور سامح وعدهم انه هيجيب لهم اكل؟ خلاص بقى لو احنا وعدناهم بالاكل واللبس كمان. الاكل مقدور عليه، هنشتري لهم لبس كمان. ادوا لكل واحده 50 جنيه وقولوا لهم يشتروا اللي هم عايزينه، لازم يصدقونا علشان يحسوا بالامان. قول لسهير يا سامح تعمل امر صرف وانا همضيها عليه. اوكي اعتبره حصل. اسمع بعد الاولاد ما ياكلوا نقعد معاهم ونعمل لهم اختبار كده وانا هبقى موجود. طيب انا هروح القاعه عشان اشيك عليهم واخد الاوكي. على فكره يا دكتور حضرتك ناسي نفسك خالص، انت لسه ما اتغديتش، اامر لك بالغدا؟ لا مش دلوقتي، اما اخلص اللي في ايدي. لو سمحتي خدي الدوشهات دي اعملي لهم سيريال نمبر. مالك بصيلي كده ليه؟ مسحوره يا بروفيسور. وبعدين بقى؟ هتحرج ولا ايه؟ لا انا مش قصدي، انا بس حبيت اعبر عن اللي جوايا. انا بجد لما ببقى واقفه قدام حضرتك ببقى مش قادره. طب يلا يلا روح شوف شغلك يلا.
حاضر، من عناية الاثنين. يعني معرفش ليا الاب ولا ام، بيقولوا ان هما لقوني قدام الكنيسه وخدنا بلوس رباني في الخراب وبعد منه كوانا هو اللي بيديرنا يعني بالصلاه على النبي. هو بتباتي فين؟ في الخرابه طبعا. بتشتغل ايه؟ ارزقيه بيه على باب الله. وكوانا ده بيديك فلوس؟ الحد ده بترمي كده كده بيه يعني، هو بينا يمنع عنده بالعافيه، بعدين يعني احنا ناخد منه فلوس امتى؟ انت بتعاطي مخدرات يا شمة؟ يعني اكدب بيه؟ طب ده انا حتى شمه اللي ما بتكدبش يعني، انا اسم على مسمى، اسم الله على معابك. بتعاطي ايه بقى يا شمه؟ يعني بيه يعني الشعب كله يعني، باكيت البانجو كله بيسا اي حاجه، المهم الدماغ ما تخربش. ايه بيسا دي يعني؟ البيسا بيه، البيسا والبله يعني، حضرتك يعني ما تعرفهمش؟ طيب خلاص، دول فلوسها ومشوها، الدواء اللي بعدها. شكرا يا بيه، شكرا شكرا. السلام عليكم. شروق السمن. انا قبل ما ارد على اي كلام عايزه اعرف ايه الغرض من لمتنا دي؟ انت مالك انت؟ انت ايش فهمك في شغلنا؟ انت جايه هنا عشان تجاوبي على الاسئله وتاخدي فلوس وخلاص. العباره مش عباره فلوس يا ست هان. امال العباره عباره ايه يا شروق؟ عباره كلام ابن عم حديد. وسلام يا بلد الكلام، كلام لا هيودي ولا هيجيب، ومهما قلنا عن اللي بيحصل لنا في الشوارع مش هتفهموا ولا تقدروا. انتوا جايبيننا تتفرجوا علينا وتتسلوا وانتوا بتعرونا من لحمنا زي اربوزات المولد، بس يا ترى بعد ما نتعرى قدامكم ونحكي على فضايحنا وجراثنا وتنشروا بلاوينا على الفضائيات ايه اللي هيحصل؟ الحال هيتغير؟ هتلمونا من الشوارع اللي سارحه فيها الديابه بتنهش في لحمنا؟ هتحمونا من كواننا وقلاضيشه؟ ولا من الجوع والفقر والمرض ونقحة الشمس ونقرة الرصيف؟ هتسكنونا في بيوت فيها شربة مية نظيفة ومجاري ما بتطفحش؟ هتشغلونا وتسترونا وتحسسونا اننا زيكم بني ادمين؟ ما افتكرش. ليه ما تفتكريش يا شروق؟ عشان زيكم زي غيركم، ياما قبلكم عدوا علينا ناس كتير يمصمصوا شفايفهم على مناظرنا ويقعدونا بحال غير الحال، وبرضو يكتبوا وينشروا ويصوروا، وفي الاخر ايه؟ تطلع سبوبه عاملينها علشان يتاجروا بهمنا. الهي لا يسيئكم تسيبونا في حالنا، ما تقلبوش علينا المواد. طب جربي يا شروق، ممكن نطلع احسن من غيرنا. جربي اللي هما كام سؤال هيسالوه لك وجاوبي عليهم. جربي يا مصبر الجبل على الهبل، اسال يا استاذ وانا هجاوب. عايز اسمع بقى انطباعاتكم المبدئيه ايه؟ كلهم متشابهين في حاجه واحده تقريبا، مولودين في بيئه واطيه، يعني عندهم شغل عشوائي، بيشتغلوا في كل حاجه وفي اي حاجه، ليهم ملفات في البوليس مسجلين يعني، جرائم سرقه ونشل ودعاره، مش شايلين هم بكره، ما بيفكروش فيه، وبيشتغلوا اي حاجه، عايشين كده من غير مستقبل. وفي حاجه تانيه على فكره، ما عندهمش اي قيم او قواعد في حياتهم، وكمان ما بيعرفوش الصح من الغلط، يعني بيختلطوا بالشبان عادي، بيتعاطوا كل انواع الدراجز عادي. كل اللي بتقوله عليه ده مظبوط وبينطبق على كل الحالات ما عدا حاله واحده. مين هي يا دكتور؟ شروق. ده صحيح يا دكتور، وانا كتبت ملحوظه عندي في الريبورت بتاعي. كتبت ايه يا سامح؟ البنت دي اصلها مختلفه فعلا. اولا ليها اب وام. اي نعم الاب طلق الام واتجوز واحده ثانيه، الأم كانت بتشتغل فراشة وطلعت معاش مبكر، بس للأسف من غير تأمين. في بقى حاجة تانية مهمة جدا، البنت دي بتشربش أي نوع من أنواع المخدرات، دي ميزة. ووصلت لمرحلة الإعدادية بس ما كملتش عشان ما فيش فلوس إنها تكمل. كل اللي قلته ده صح، بس أهم حاجة إنها تتمتع بشخصية قيادية، كاريزما يعني، لدرجة إنها رفضت تشتغل تحت وصاية الجدع ده اللي اسمه كوانا،
والصبيان بتوعه دايما كانوا بيعكسوها زي ما قالت زميلتها. انا اعتقد ان البنت دي هتبقى انسب واحده للدراسه. ايوه بس اللي انا فهمته يا دكتور ان كل ما كانت العينه وضيعه كل ما كانت اقرب لتطبيق نظريه حضرتك. مظبوط، بس انا برضو عايز عينه يكون فيها حد ادنى من الذكاء، ما تكونش مدمنه على الدراجز، يعني عايز واحده مخها صحي. انا شايف ان الشروط دي فيها كل المواصفات. هي اسمها مش مطلوب في الاستماره؟ لا طبعا، اسمها وعنوانها كمان. طيب طلعوا علشان نروح نقابلها ونكتب معاها عقد. البنت دي انا متفائل بيها جدا. حماك ده عمل لي فيها درجي وعمل فيها سبع، وهو طلع فرخه عندها انفلونزا كمان. رمزي ابعد عن الواد ده، لحف الانفلونزا الطيور دي بتعدي بتموت. يا عم بيقول لك حماه هو اللي عنده انفلونزا الطيور مش هو. تيجي نبلغ عليه؟ الحكومه بتدي للي يبلغ كرتون البيت. يا عم انت سافرت، انت بتهيس ولا ايه؟ حط حته حشيشه. حط منين؟ اجيب حشيش منين؟ ما اللصه ده عمال يشرب تسلقه. اه صحيح يا بوحه، انت ما بتتكلمش ليه؟ ما هو الخمس ده اسمه حرام الصوت. يا عم بالراحه عليه، عامله حماه دي مبوظه معنوياته خالص. الواد ده خسيس، اخدت من حماه. الواد ده طلع مراته سروقيه ليله في صباحيه. يا عم انا حر يا عم، هي مراتي ولا مراتي؟ بقول لك ايه؟ جيب البتاع اللي في ايدك ده عشان انسى. يا عم انت من امبارح عمال تقول هات عشان انسى، هات هات. بقول لك هو انت افتكرت انت عايز تنسى ايه؟ انسى اللي كنت عاوز افتكره. بس قول لي بقى، ايه حكايه انفلونزا الطيور اللي جت في السمر دي؟ هو انا اللي قلت؟ انت اللي قلت مش كده ولا ايه؟ انا؟ صحيح، هو عنده انفلونزا الطيور دي؟ وزمانه عند بديعه قاعد بيفقس. يا ليلة غبره، دول بيقولوا بتعدي يا جدعان. احنا نعمل عمل وطني ما حصلش، نبلغ عليه علشان يحبسوه في تقفيصه. صح عندك حق. يلا 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 انا رايح احبسه. هات هات الجوزه دي، انا هاجي معاك ولو حب يطير مننا نمت فريسه. يلا بينا. منين يا اخويا؟ ما انت عارف البير وغطاه. يا لوزه، ما انا شايف الزباين طالعه وداخله من عندي. الله اكبر في عينك يا واد، انا مكفيه العيال بالعافيه. وهو مين اللي يدي مين؟ الراجل ولا الست؟ الاخ ولا الاخت؟ قالوا يا رجال ولا قالوا يا نسا؟ روح يا واد رد مراتك قبل شهور العده ما تخلص، وهي بنت كسيبه وانتوا اللي عندكم عيل ولا تيل. انا شايفاها من شويه داخله بيت ابوها. ايه؟ هي شويه ربحت؟ يا بنتي حبيبتي اطلعي شوفي اختك اتاخرت كده ليه؟ يعني اعمل ايه يما؟ اركب لها المعديه واروح ادور عليها؟ بعدين هي عارفه انك تعبانه ومستنيه الدواء. شوفي يمكن هي اللي بتخاف. بوحة ازيك يا شوقي؟ خلص يا سامري، خلص وين الفحم؟ الفحم مقرمط، رجليه تقيله قوي يا معلمه. يا معلمه السمر رجليه تقلت وعايز الدبل. احترسي منه، عنده مرض معدي. ايه المرض المعدي ده يا اخوي؟ عنده انفلونزا الطيور، بيعطس لجوه مثل بره. بيعطس لجوه؟ يبقى انفلونزا الطيور بجد يا رجاله، دي بتموت. يلا نجري بعيد عن ده هو، يا روحنا بعدك روح. يلا يا عم انت اهو. يلا يا اخويا يلا اجري يا عم. انفلونزا الطيور طلعوه من العزبه. طلعوه من العزبة، المرض هينتشر زي النار. هادي عادي، مشي يا اخويا مشي، الزباين هم. برا برا برا، امشي امشي. معلمة معلمة، انت صدقتي الفترة بتاعت الورقة؟ بقول لك ايه، ابعد عني، انا شايفاك كده بقالك كام يوم مش صالح حيلك. من مرمطت في الشغل وتعب ليل ونهار. غور من هنا غور، انت طفشت الزباين. معلمة ده جوزك يا بدعدع. كان يا حبيبي، كنت جوزي وطلقتك خلاص، انت طالق، امشي يا معلول امشي امشي. يلا بقى، يلا لحسن له عليك منقد النار ونخلص منك. هو دي عجل. ايوه. ابقى احرق هدومي يا ولد. حاضر حاضر. احسن برضه. يلا يا موزي. موزي. ايه ده؟ السمر عنده انفلونزا طيور. امشي يا هربان. يا مريض يا ربي هتدوس في مستشفى الحميات. يا سيدي يا عم انت من هنا بدل ما تروح يا ولاد. يا سيدي يا عم يا ابويا يا
تحلم يا حلوة. عايزينك لسيدنا يا حلوة. يا ولاد الحلوة. نرجع لبعض يا شوقيه. وهو في واحده تحب الوضع اللي انا فيه ده يا بوحه؟ ده انا ملحقتش ادوق وش العسل. انا هغرقك فيها يا بت، بس قوليلي معاكي فلوس؟ فلوس عشان اعمل عشوه حلوه كده ونعلي المزاج. قول بقى ان المزاج نقح عليك وانت مقحط ومجنط، قلت تيجي تضحك عليا بكلمتين عشان تاخد حق المزاج. يا بت ما تبقيش بالروايه، ده انا جوزك. سلامات يا جوزي، مش اما تبقى تردني. بعدين انت رميت عليا اليمين، خلاص انا مش مراد. خلاص وانا رديتك، هاتي بقى الفلوس اللي معاكي. كل اللي معايا اهو، بس تردني منهم. هردك يا بت، بس طلعي الفلوس. جرير حمك بقى انت يا بت، معاكي فلوس وحيشاها عني وانا عايزه اشتري الدواء عشان يوقف الدبح اللي جوايا من الكلى. حرام عليكي عشان تديها للفلاتي الحشاش ده. لك ده حماتي، ما تخليكي محضر خير. حمد دبب، روح افتحي يمكن اختك. خبوني. في ايه مالك يابا؟ في ايه؟ ايه يا سامر بتبرم العيال ليه؟ صحيح اللي انا سمعته ده؟ سمعت ايه يابا؟ بيقول ان جوزك عنده انفلونزا الطيور. يا لهوي كملت يا سامري، طالع من هنا صخ سليم، رجع لي من عند بديعه بدا الطيور والمرض. يا خيبتك القويه يا ضحى في رجلك. فكوني فكوني يا ولاد الكلب، وديني لو اديكوا في 60 ده هبلغ عنك يا كواني. اما لفيت حبل المشنقه حوالين رقبتك ما بقاش انا شروق. وتفضحي نفسك يا حلوه. وماله، على الاقل ابقى كبش فدا لكل اللي ذبحته. بقول لك فكني. هفك، بس هي كلمه واحده ملهاش تاني. العربيه اللي ركبتيها مع البنات خدتكوا فين وسالوكوا على ايه؟ وانت مالك؟ مش فاهمك انت في الحاجات دي. ما هو انا عايز افهم منك برضو. حلو، دول مباحث. باحث عايزين من البنات بتوع ايه؟ مش عرفني، ما تسألهم، مش السفنج تبعك؟ سألتهم سألتهم ومفيش واحدة منهم فهمتني. ومش هتف عشان غبي وجاه. ورحمة أمي يا شروق اللي ما أعرف مكان دفنتها، معلقك غير من شعرك على الشجرة. ما عادتش تف. قوليلي يا ست البنات، ما تخافيش، مفيش واحد فيهم هيمد ايده عليكي. انا واخد وعد من كوانا، انت في حكم خطيبتي. خطيبتك جاتك 60 نيله يا عرة الرجال؟ انت راجل؟ انت عايز تجوزني بعد اللي عمله؟ انتوا طولتكوا ايه؟ جنسكوا ايه؟ جاتكم نيله صراصير. وبعدين يا بنت، انا صبري خلاص خلص. شامبر، لو عاوز تتجوزني صحيح اقتله. مش انت بتحبني على حد قولك؟ خلاص اثبت لي وقت الكوانا. كوانا اللي خد حبيبتك، خد حبيبتك غصب، خدرها واغتصبها. لو عندك مروه صحيح اقتله، ساعتها هكون لك العمر كله. خد يا شام، خد اقتلني، اقتلني عشان العروسه. امسك. اضرب يا
فكوها ورموها بره الخرابه. بس وحيات امي كشروب لا تجيلي سحفه. ابعدوا عني. لا انا خلاص انا براني بعدي حالتي في الاسد فيهم. انا حموت صحموت بس انا مش عايز اموت. بعد الشر عليك. اهدى اهدى. لا ولا قوة الا بالله. بقى انا كنت بادي عليه من قفوف راسي انه يرجع لي عضم في قفه يوم ربنا يستجيب بالسرعه دي. مالك يا بابا حاسس بايه؟ يا بابا طلعت بقك حلوة قوي كلمتي يا بابا دي. يا شنو يا بنتي يا غالية يا بنت الغالية. دلوقتي بقت بنت الغالية وكانت فين الغالية دي لما رميتها وسبتها؟ بس يا بنت اكتبي خالص ما اسمعش حسك. ده بردك راجلي وابوك وصحيح خسيس وواطي وعينه زايغة سقاني المر من كعاني في صحته وحتى وهو في علته. ممكن اعمل ايه لما بيبقى غايب عن الدار؟ بحس ان انا فهو من غير ساتر يحميني ويحمي ولادي. راجلي هروح فين من بعده؟ على رأي المثل دول راجل. معلش يا اخوي سلامتك. نورت بيتك يا سمر يا جوزي يا ابو عيال. سامحيني سامحيني يا ضوى يا اصيله سامحيني. بس مش ايه ما تخليهمش ياخدوني على عزل الطبي. خلوني خلوني في وسطيكم. مش عايز الحكومه تاخدني. اوزيني يخرب مطانك يا سمري قطعت قلبي. وبعدين هنفضل نولول كده واحنا سايبينه عيان؟ الناس بتقول ان مرضه بيعدي ويموت. تف من بقك يا بلسان عاوز حش. لا لازم ننقله المستشفى. انا هروح اكلم الاسعاف. لا بلاش الاسعاف. ما بحبش الاسعاف. هيحطوني على زقاله. هروح اجيب الدكتور. هجيب الدكتور عز. خديني معاك خديني معاك يا شروق. بسرعه بسرعه هاتوا الدكتور. دي حالته تقطع القلب. تمام كده. ودي كمان يا شمع عشان بس عايزك تركزي معايا. الدكتور اللي خدكم مكتبه سالكوا في ايه وانتوا قلتوا له ايه؟ ما انا قلت لك قبل كده يا برانس احنا دخلونا مكتب. ايوه. وبعدين دخلوا علينا شويه افنديه ومعاهم ورق قعدوا يبصوا في الورق ويسالونا واحنا نجاوب بس وكتب ودخلونا بعدها وخلاص. وبعدين مفيش حاجه تاني. قومي يا بنت الشمامه قومي يا بنت من هنا. تالت بنت اسالها وما فهمش منها حاجه. انت تعب نفسك ليه يا برنس؟ ما نخطف الدكتور ده ذات نفسه ونجيبه هنا ونستجوبه. نخطفه واد يا ابن العبيط هو سامي زيك. الموضوع ده كان عند البنت شروق ما بلتش الريق بنت السمري. ولا اجله خد احرق الهدوم دي كمان. يلا تعتش يا معلمه. يا منيل جسمي بيترعش لا يكون عداني المنيل ده. حلو يبقى العدوى وصلت. ما تقربيش مني يا معلمه انا لسه ما دخلتش دنيا. واللي دخل دنيا خدوا ايه كتك خيبه؟ انا هوصل لحد الصيدليه اخد دواء وربنا يسترها. يلا الحمد لله. ايه ايه عطست يا معلمة عطست. سمري رش رشة الموت وجري. ان شاء الله خير هيطلع مجرد برد عادي مش انفلونزا طيور. يا رب يا رب سليم يا رب. وبكرة ان شاء الله اطمنكم على نتيجة التحليل. انا حاسة انه هيبقى خير بعون الله. اطمن يا رب. يا رب يا بنتي يا رب. بس انا قلقان من الحرارة ولازم تنزل بالكمادات وهدي لك الدواء دوت ثلاث مرات قرص يوميا لغايه ما اطمن عليك. انا هقعد جنبك اخوي. لا ياما انت تعبانه انا اللي هقعد جنبك. لا وانت برضك تعبانه بتقفي على رجلك طول النهار انا هسهر عليك. يا سلام ولاد اصل تربيه ضحى. الحمد لله انكم مش تربيتي.
بتتريق حتى وانت عيان. انا بكره ان شاء الله هاجي اطمن عليه، بس لازم ياكل كويس. تصبحوا على خير. وانت من اهل الدكتور عيان جدي. خد ادي له اتعاب. لا انا معايا فلوس. لا يا جدي ما تتكسفش، انا راجعه مجبور، وهات لنا الدواء ده معايا. ربنا يجر بخاطرك يا بنت. طب انا هجيب الدواء واجي على طول. انفلونزا طيور، ربنا يكفينا شر المرض. اخفوا الفراخ دي من قدامي. شيلي يا عزيزه شيلي. سلامتك يا برنس. لا حول. بقول لك ايه يا كوالي، فيها ايه يعني لو اديته من الضيعه بتاع الدار؟ يا اخي يعمل خير مره في حياتك. انت اتهبلت يا جدع انت؟ ده كانت عايزاك تقتلني. العجيبه للبيت دي بعد اللي عملته فيها عينها ما اتكسرتش، بالعكس نفس العنجهيه ونفس الغرور. انت عارف يا شنبر، البت دي لو اتذللت لي كده واتمرمغت تحت رجليا يمكن كنت رحمتها واديتها الورقه كمان. شنبر، موضوع الجواز من البت ده تنساه نهائي، ماشي؟ وانا بقى هعرفها مين كوانا. مشروع نامي انت حبيبتي، ريحي جدتك، انا قاعده جنبه. لا يا ام قومي نامي انت، انا جبت لك الدواء خدتيه ولا لا؟ دواء ايه يا شوق بس؟ هو انا لهيت لحاجه يا ضنايا؟ قومي ريحي جنبك انت، السخونيه لسه ما نزلتش. انا قستها من شويه، نزلت الحمد لله. الحمد لله. شافي عافية يا رب. يا رب. فين الحامل اللي فيروس انفلونزا الطيور؟ اوعوا تكونوا هربتوه. في ايه؟ دي دار ضحى بنت، في ايه؟ يا جدع ما تقربش، لا تتعدي وانت عضمه كبيره. يا دكتور اصلك مش فاهم، الدكتور عز جه امبارح وكشف عليه وقال اللي عنده برد عادي. لا برد عادي ايه؟ احنا جات لنا اخباريه ولازم نتاكد ونحلل. لازم نمسكه هو وكل اللي احتك بيه وناخدهم معانا. افتحي لا هكسر الباب. يا لهوي، نكسر الباب ده ايه يا فندي؟ هو في ايه؟ الحقنا يا دكتور عز. خير؟ هو في ايه؟ بس العرب انت ايه اللي جابك هنا؟ انا كشفت عليه امبارح يا دكتور وخدت عينه ونتيجه التحاليل نورمال. اتفضل. لا لا لا، ده احنا خارجين بتجريده ومدير الاداره عنده خبر، مش معقول هنرجع بايدينا فاضيه. يبقى لازم تعمل الصح، ترش اسطح المنازل وتكشف على تقفيصه الفراخ الميه العزبه، وبكده يبقى عملت الصح ومسحت المنطقه. عندك حق. فين يا بنت تقفيصه الفراخ اللي عندكم هنا؟ لا يا اخويا، اللي عندنا لا فراخ ولا ديوك ولا ارانب ولا اي حاجه. امال مين اللي عنده؟ ياه، بس عرفنا احنا، ما تروح تدور هنا ولا هنا. ادخل يا دكتور عز من السامسونج. الحق دكتور، الحق دكتور، بيهربوا من المبنعات هناك. ربنا يطمن قلبك يا دكتور، يعني خلاص سمري بقى كويس وزي الفل. انا اندهشت ما قلت لي عنده انفلونزا الطيور، والتحاليل اثبتت انه زي الفل. وعجله منين انفلونزا الطيور دي لمؤاخذه يا دكتور اذا كان ما بياكلش الطيور اساسا؟ لازم تاكله كويس، انا كده اطمنت عليه. استاذن بقى. اتفضل. مع الف سلامه يا دكتور عز، ما نجيلكش في حاجه ولا ايه؟ ده سمعت وقال ايه؟ لازم تاكلوني كويس والا هاكلكم كلكم. يا ساتر، رجعت برضو لزفرت اللسان تاني يا سمري. قول يابا عايز تاكل ايه؟ كرشه ولحم راس وعكاوي. اصل بنت الهرمه بديعه نشفت بطني من اكل المشه بدود والكشري. من عينيا يابا، انا معايا 15 جنيه هروح استقضلك بيهم صحن سقط. صحن سقط له بقى واحنا ناكل الزلط. يا بنت المهروشه طلعي اللي معاكي بدل اللي بيضرب البانجو بيقلبك اول باول. هاتي. ما خدش حاجه يا عم، هو راح يطلب حاجه من اساسه؟ ده اول ما عرف حوار الانفلونزا الطيور ده هو خدله في اسنانه وهارب، وانتي شفطتي كل الفلوس وادي البوك اهو فاضي. بجاحي يا بنت بجاحي. خلاص خلاص خلاص، انا معايا فلوس اهي، خدوا. لا، فلوس
فلوسك انت. لا هلا ليه بس كده يا شروق؟ اهو كده. هيا بشيط هترمي بيضك؟ يا ريت العين فيها دموع، ده انا لسه كعاعله في الارزخانه اخر مليم معايا. بهزر معاك يا جدي، ده كده علي العال وهتبقى وليمه. يلا ياما قشري البصل ولعي الوابور على ماجي. عينيا الاتنين، ده انا الود ودي قد عجل وافرقه على اهل الحته كلها حلاوه شيف ابوكي. تحبوا بقى استقبالكوا عجل؟ قولوا اه. العبد لله في ربع ساعه يكون العجل هنا ومدبوح ومتوزع على الحته. انت هتقولي على مواهبك صيتها مالي العزبه. لا يا اخويا بوس ايدك بلاش، احنا ما صدقنا نتلم. يلا هروح السوق وراجع على طول. سلامه يا حبيبتي. صباح الخير يا دكتور. ايه بدات يومك من هنا ولا ايه؟ تعالى يا سامح شوف وش البنت دي. ماله وش البنت دي؟ عادي يعني، وشها زي اي وش بنت ماشيه في الشارع. معذور، ما انت لو كنت يا ريت في علم الفراسه ما كنتش قلت كده. علم الفراسه؟ هو في علم جديد اسمه علم الفراسه؟ علم الفراسه اللي هو علم قراءه الوجوه، وده علم عربي قديم جدا استغله الغرب ودخله على اجهزه الكمبيوتر. واكتر اجهزه دلوقتي بتستعمله اجهزه المخابرات لما بيحبوا انهم يجندوا عملاء جدد. أنا كل عنصر من عناصر الوش اديته نمرة، خدت 8 من 10. معلش بس يعني ايه كل عنصر اديته نمرة؟ مش فاهم. يعني العيون نمرة، الأنف، الجبهة، الفم، الودان. بس ليه ده كله يعني؟ أنا مش شايف فيها حاجة فزة. طب ممكن حضرتك تفهمني ايه اللي مختلف في البنت دي عن أي بنت ماشية في الشارع؟ تعالى حرك الماوس واديله أوردر، هيديلك تقرير كامل عن عيونها. اوكي، بس تقرير كامل دي كبيره شويه يعني، ما هياش الموناليزا يعني. الحكايه مش حكايه جمال شكلي، البرنامج له معايير تانية. اقرا اقرا. يا كل ده؟ العيون عميقه تعني خبرات حياتيه قاسيه، والحدقه مع بياض النني يعني الوعي الفطري الكامل الذي يحتاج ان يكتشفه. ما شاء الله، ده كلام كبير قوي. دخلها المكتب. حاضر يا فندم. مين اللي جت؟ رويدة، انا قلت لها تجيني هنا. رويدة؟ عشان كده بقى ما حضرتش اجتماع فريق البحث النهارده. الموضوع ده خلاص انا حسمته. احنا دلوقتي هنروح كلنا نمضي العقد مع البنت بياعة الفل دي. يلا. اوكي. الله 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 على ريحة الأكل ترد الروح يا بنت يا شروق. يلا اغرفوا بقى. يوه مش لما يستوي يابا عشان معدتك. هو كده طول عمره يحب ياكلها ولع، تبقى اللقمه السهله الطريه قدام عينه ويرفسها ويروح للقمه اللي تاذي بدنه. يا عيني على الكلام اللي شايل مراسيل. الكلام الك يا جاره. تعالي يا بنت يا شربات، تعالي خدي السحور على بال مغرب الملوخيه عشان طشه الفته. يا ده الفته وحشاني من زمان قوي. ليه يا ضنايا؟ هي بنت الهنجرانيه ما كانتش بتفتلك؟ قطعت سيرتها وفي احلى من فتتك يا ام شوقي. قول لي يا ام شوق. انا صحيح يابا الواد ده غطس فين؟ لحسن يجيب لنا مصيبه. انا هنا يا مزه، ينفع سيب وليمه زي دي؟ اللي جابك دلوقتي يا ده؟ وانت بتشم ريحه الاكل. ايه يا رويدة؟ قريت العقد؟ اه، بس ده عقد مرعب قوي، معقولة هتوافق عليه؟ شوفي المقابل، لو انت مكانها هتوافقي ولا ما توافقيش؟ انا شخصيا هوافق. نعم، توافقي ازاي؟ وتبيعي ابوكي بطل حرب اكتوبر واخواتك الاربعه وامك؟ عشان مصلحتي ومصلحتهم؟ اه. نص الدنيا تسوي لما تنزل يا حبيبتي، عقبال ما نتلم كده ليله فرحك على قلبك يتمناه. مالك يا شوق؟ رحت فين؟ امي سدت نفسها بالدعوه اللي هي دعتها لها. ابدا يا جد، ده انا نفسي مفتوحه قوي كله بالهنا والشفا. الله يهنيك. اما هدي حته لحم.
يا بنت شايفه ايدي فاضيه، ما تاخدي لحته لحمه ما هي قدامك اهي. يا باي خدي خدي يا شربار بالهنا والشفا. الا صحيح يا شروق، انت وعدتي الورا شمبر بالجواز؟ اصل داير في العزبه كلها يقول ان هو هيتجوزك وانك انت وافقتي. شمبر ده ايه الصيع الضايع؟ يروح يا اخويا يتجوز واحده من الكناسه اللي مرميين هناك في الخرابه عند سيدو كوانا. انما شروق اسم الله عليك يا دنايا، ديلها طاهر اجدع من 100,000 راجل. على فكره يا شروق، انا حلمت لك منام حلو قوي قوي، يكون يا بنتي من حدك ونصيبك. انت مش هتتجوزي واحد من العزبه، انت هتتجوزي بيه كبير قوي، مقامه عالي قوي قوي، وهبقى افكركم. ولو مت بقى ترحموا عليا. هات الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده، ربنا يخليك. بيه ايه ياما اللي هيتجوزها ده؟ بيه ايه اللي هيتجوزها اللي اذا كان في المنام؟ ابقي اضغطي كويس ياما وانت نايمه، وبصي شوفي احنا عايشين فين. الحمد لله على كل حال. بيه البيه قال مفتاح يا بنت الشوق ايه؟ افتح ياما واسيب الاكل ده كله. وده مين الغيتت اللي جاي الساعه دي؟ خليك كل يا شوقي، انا حافظ. مساء الخير يا شروق. السلام عليكم يا جماعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بألف هنا وشفا، انا الدكتور مأموني الامين. شروق ممكن اقعد معاك اتكلم في موضوع مهم قوي عايزك فيه؟ دول عربية فخمة وقفت وسط بيت شروق. اه، وفيها الراجل اللي خد البنات في عربيته لمكتبه، بس معاه راجل تاني باشا كده وواحدة اخر شياكة توتش مذيعة في التلفزيون. ده كده الموضوع كبير قوي، ده انا كنت مخطط لشيء تاني خالص. ده كده كله ممكن يبوظ يا ابن الفقرية. الو، ايوه متر في تنفيذ الاحكام. الصلاة على الصلاة. طب انا هسبقك على الموقع. ودي يا جماعه فكره البحث باختصار. انتي اتفتحت لك طاقه من السما باختيار الدكتور مأمون ليكي. احنا بقالنا فتره بندرس حالتك يا شروق، وشفنا بنات غيرك كتير، لكن بعد دراسه متانيه عرفنا ان انتي الوحيده اللي تنفع الموضوع البحث بتاعنا. شفتي بقى، مناماتي ما بتنزلش الارض. والنبي ياما انتي بركه ومناماتك بتتحقق. ياما كده ما تشوفيني منام زيها. مال يا بنت، يعني انت ولا مؤاخذه يا بيه عايزين بنتي عشان تجروا عليها المباحث اللي قلت عليها دي وتنجروها وتعلموها؟ بالظبط. مش كده وبس، بنتك هتاخد مرتب شهري 10,000 جنيه لحد ما تحقق المستوى العلمي المطلوب. وبعد كده في مكافأة المنظمة عاملاها حوالي $1,000,000، ليك النص فيها يا شروق. النص لبنتي؟ ودول يطلعوا كام بالمصري يعني؟ كتير، بس المفروض ان هي هتوصل للمستوى العلمي اللي احنا عايزينه في فترة معينة احنا محددينها. قلت يا شروق؟ موافقة طبعا. حاسة ان انا بحلم. الا موافقة طبعا، موافقة. طيب، ده الجزء الخاص بينا. الجزء الخاص بيكي بقى في شروط قاسية شوية. ولا يهمك يا دكتور، حتى لو كانت قاسية انا مستعد. طب مش تسمعيها الاول؟ ماشي اسمعها. ده العقد يا شروق، اقري كويس قوي، واقري الطرف الثاني اللي هو انت، واقري الشروط كويس قوي. ها ان يمتنع الطرف الثاني ده اللي هو انا عن رؤيه كل افراد اسرته او اقاربه او الاتصال بهم باي من وسائل الاتصال، وذلك لمده 5 سنوات، وهي مدة الدراسة بمركز الدكتور مأمون الدولي، وهذا يعتبر شرطا لا يقبل الرجوع فيه مهما كانت الظروف والأسباب. فالانفصال عن الأهل وكل ما يمت للبيئة السابقة عنصر هام من عناصر نجاح التجربة. أن تخضع بكامل إرادتها للبرنامج التدريبي والتعليمي والثقافي. انتوا بتتكلموا بجد؟ معناته ايه الكلام دوت؟ يا ما اشوفش اهلي ازاي؟ اهم شرط في العقد يا شروق. اهم شرط يعني ايه؟ ما اشوفش اهلي ولا يشوفوني اعتبرهم ايه؟ ماتوا؟ شروق اهدي، دول 5 سنين بس، وبعدين هياخدوا المقابل المادي اللي هيعيشهم كويس قوي. يا عم صلى على النبي، 5 سنين ايه؟ الله اعلم اللي بيجرى في يوم وليله. انتوا اكيد بتهزروا.
شغلنا ما فيهوش هزار، ده عقد هيتوثق في الشهر العقاري وفي شروط جزائيه لازم يلتزم بيها الطرفين. انتوا بتتكلموا بجد؟ انتوا فاكرين ايه؟ فاكريننا عبيد هتبيعوا تشتروا فينا بفلوسكم؟ لا يفتح الله، اتفضلوا من غير مطرود. اهدي اهدي بس يا بنتي اهدي، دول هيدونا فلوس ماين معاهم، قصدي البيع يعني، برضو اكيد هيطنش على الشرط ده، مش كده يا باشا؟ لا لو وافقت مش هتشوفوها ولا تشوفكم خالص. شفت يابا؟ دي ناس ما عندهاش قلب، فاكريننا عبيد عايزين يشتروا ويبيعوا فينا. اتفضلوا من غير مطرود يا اساتذه. طيب يا شروق، بس انا عايزك تهدي كده وتفكري بالراحه، ده الكارت بتاع المركز واحنا تحت امرك في اي حاجه تطلبيها. اتفضلي. دي وش فقر يا دكتور، في غيرها كتير. خساره، كنت اتمنى انك توافقي. يلا بينا. البنت دي اكيد مجنونه، في حد في الدنيا يرفض عرض زي ده؟ انا شخصيا معجب بموقفها جدا. موقف ايه؟ دي ما عندهاش وعي بالموقف اساسا، دي متمسكه بشويه قيم ساذجه، وبعدين كل يوم بيهدروا القيم دي بايديهم. بيهدروها ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني معقوله عيله خمس افراد عايشين فوق بعض متكربسين في اوضه واحده، ده مش اهدار للقيم؟ لما يبقوا راضيين بالذل والمر اللي هم عايشين فيه ده مش اهدار للقيم؟ غريبه انك بتتكلمي عنهم كده، يعني الطبقه دي تقريبا انت مش بعيده عنها يعني. اقتصاديا انا فعلا مش بعيده عنها، لكن ثقافيا لا. انا بنت من طبقه متوسطه دفعت عمرها كله عشان تعلم ولادها. مالك يا دكتور ساكت كده ليه؟ خير يا بابا، في حاجه ولا ايه؟ انا بفكر اتصل بالمؤسسه واقدم اعتذار عن الدراسه والبحث. يا راسي، هي الدنيا جرى فيها ايه يا بنت؟ استقري العقد بتاعهم كويس، لو في مصلحتك ومصلحتنا ايه اللي يمنع؟ وبعدين دول خمس سنين هيفوتوا كأنهم خمس دقايق، واحنا نعيش في النعيم اللي هم وعدونا بيه. جرالك ايه يا سامر؟ خرفت يا راجل ولا ايه؟ عايز تبيع البيت يعني؟ ده انت شفت الموت بعينك، ما حرمتش. شوقية قومي اعملي لي كوباية شاي، راسي هتتفرتك. حاضر يا اختي. بس انت سمعتي هو هيديكي كام في الشهر؟ 10,000 جنيه. 10,000 جنيه. شو 10,000 جنيه في الشهر في خمس سنين يعملوا قد ايه؟ يا بنتي احنا لو معونا كلنا في سوق التونسي مش هنجيب ربعهم. طب يا ريتي خلوهم 50 سنة. اتلم يا سامري اتلم. جدع يا بنت اللي كانت طردتيهم، دول شوية حدادي وغربان. فاكرين ايه؟ فاكرين ان الفقرا دول رمية بيبيعوا نفسيهم عشان اي فلوس؟ ما يعرفوش انك انت معدنك اصيل يا بت. هنا يا باشا. اتفضل يا سعاده الباشا. اتفضل يا باشا. البيت هنا على النصه دي. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ فياكه وانا. الباشا يقول لك في ايه يا شتا؟ في ايه يا باشا؟ في حكم المحكمه بطرد سكان العقار وتمكين صاحبها الجديد رزق عبدونا بروس الشهير بكواننا منها. عقار مين وكوانك مين يا باشا؟ انا مش فاهم حاجه. يا سعادتك ما تعبش نفسك مع الناس دي، الناس دي لابط. ادي الدار وكله بالقانون. اتفضل يا باشا وسع الشتا. يا باشا اسمعني هنا يا باشا. يا باشا فكواننا ده اصلا مش، انا هقول لحضرتك يا باشا. يعني ايه؟ بصمت على بيع الدار في غياب يا ضحى؟ وديني يا اخويا انا ما كنت اعرف، انا بصمت على ورقه المعاش. عملتها يا كوانا يا نور يا ابن الحرام. مش قلت لك يا شروق هجيبك راكعه وكله بالقانون؟ رضا يا ضحى، ده رمك اللي انا اتنزلت لك عن ورث فيه وقلت لك اكتبي باسم عيالك عشان السمر ما يلقفوش منك تضيعيه كده. بنتك ما سمعتش كلام يا شت، قلت لها اكتبيها باسمي انا ونبيع النص وبالتمن ده نكمل الباقي. خونتني اهو بلعها كوانا يا اختي كده يا مرة تسوي. بقى انا اغيب شهرين عن الدار ارجع لقيك مضيعاها. هنقعد فين دلوقتي؟ في الشارع يا مؤاخذة سعادة الباشا، العالم دي عالم لبط، انا عايز بيتي يفضل وقتي وعفشهم يترمي في الشارع. لو سمحتوا يا باشا، اذا كان ممكن يعني تدونا يومين ثلاثه ندبر فيهم مطرح تاني. والله يا جماعه دي حسب رغبه الملك الجديد. او ماله
بس اليوم تأخير بألف جنيه. ألف جنيه؟ ألف عفريتي الهفوك يا كوانا يا تربية الشياطين. بقولك يا راجل خرفان، ما تقلش أدب، أنا معايا الحكومة. خلصونا يا جماعة، أنا مش فاضي، أنا عايز أمشي. هم لو أخذ يا باشا يعني ضرتي ضاري وأنا دافع فيها دم قلب. يا حاج أنت راجل كبير، خد عيلتك بندوق عشان نسلمه ويمضي على الاستلام. أنا مش عايز أستعمل القوة وإلا هنضطر ليها. لا قوة إيه؟ سعادتك، سعادتك يعني الناس دي أنا أعرفهم وأنا أعرف أتصرف معاهم، مش محتاجين قوة ولا حاجة. يعني تمضي على الاستلام؟ أمضي يا باشا. أستأذنك بس في قلمي. اتفضل. كده أنت استلمت دارك. استلمت الدار يا باشا. شكراً. ألف شكر، سعادتك، نورتنا. اقعد يا سمر، اقعد ولع لنا حتتين نار كده عشان اشرب حجر. بعدين يا ابن الحرام. ابوس رجلك يا اخويا، ابوس ايدك، خدني اعمل فيا اللي انت عايزه، بس سيبهم، ده السقف اللي مداري العيال. ما تتذلليش ياما، ده صنف ما يعرفش الرحمه. قول عايز ايه يا كوانا عشان نخلص من الموال دوت. الحكايه مش حكايه دار، انت بتعمل كده عشان تذلني بعد ما رفضت اتجوزك، صح؟ صح. وانت عاوز ايه دلوقتي يا كوانا؟ عاوز تتجوزني؟ قول اللي في راسك. لا لا يا سرو يا بنتي، بقى ترفوزي تتجوزي البيه الكبير المحترم المهندس وتتجوزي الجعيف ده؟ ما تفهمنيش غلط يا سمر، انا مش عايز جواز. الصياعة ادب مش هز كتاف يا كوان، ما تقول عاوز ايه. عايزك يا بنت تطلعي بره قدام العزبه كلها تبوسي ايدي ورجلي وتحايلي عليا، ان حصل هسيبك مهله اسبوع في الدار قبل ما تلاقوا مطرح، ما حصلش عليا الحرام من دراعي، لا بيتك انت واخواتك واهلك في الشارع. حاضر يا كوان، حاضر يا باشا، اتفضل. لا لا يا شروق، لا بتعملي كده يا بنتي؟ لا يا شروق، لا لا. يا عالم يا خل يا اهل العزبة، انا محول كوان محقوقان وبتذللني ومستعد ابوس ايده عشان ما يتردش من دارنا. بوسي بس بنفس. وتأسف بصوت عالي قصاد الخلق دي كلها. انا بتأسف. وانا مش قابل اسف، الدار دي من حقي قانونا، وانت واهلك واخواتك مش هتباتوا فيها الليله دي. يلا يا ماما خلص يوم. يلا اخدي من هنا. في ايه بس يا كوانتي؟ انت مش سابق قلتهم كلمه؟ كلمه في زوره، انت مالك بالحوار ده؟ فضل البيت. انت بالذات ما اسمعلكش حس، انا معايا وصلات امانه توديك في حديد يا بتاع بديعه، ارمي العفشات في الشارع. حاول يا خالو اهو، كوانا مبصني على ورق متصور. يا خرابي يا ولاد، يا ولاد يا ولاد، قوم اتحرك يا راجل. سيبيني خلاص، علمني خلاص. ما تضيعش نفسك، انا ضايعه ضايعه. اوعي يا شوق، سيبيني. هيروحوا منك. هل شبه كوانا؟ بس يا شوق تستمري وترفع فوش السلاح، خدوها الرنة. لا
بس يا ولية يا بيت عني يا سامري يا بيت عني اسأل البيت يا بيت وحط بدرك على هنا. خدتلك طارق تالت ومتلت يا بدعدع. طردتلي السمري وعيلته وسايبهم بيلموا حاجتهم بالشارع وبيولولوا. حلو والله وشافيت غليل من اللي عمله فيا يا السمري. كده انا بقى عملت اللي عليا، الدور والباقي عليك. مصمم برضه تخش السكه دي يا كوانا؟ ومالها السكه دي يا بت؟ السكه دي اللي هتجيب لنا الملايين. انا بقى لي سنين شغال في الفرط لما تعبت. خلاص يا اخويا انا هعرفك على الغجريه وانت حر، بس انا ماليش دعوه بعد كده، انت كده هتخش عش الدبابير. ومالهم الدبابير؟ ما انت عارف انا قد اللسع. انت متاكد ان اللبيبه غيرت النشاط ودخلت في البودره؟ هي ما غيرتش، ده شغل جنب الشغل على قديمه وكله بتخطيط ورسم الكبير بتاعهم. والبودره بيجيبوها منين؟ هو ده اللي انا عايز اعرفه. هي مش جايه بكره تاخد البيت؟ جايه بكره. تمام، يبقى انا هستنى منك الرنجة يا جميل. انا هوصل مشوار وارجع لك تاني. سلام واق. سلام. يما مويل الهوى يما مويلية، طعم الخناجر ولا حكم الخسيس فيا. يما زمني غدر بي ورماني للهلاك والمر، وكل من ده طبيبي لم يفوت ويمر. إلا إلا ضلقت مضاجع وش يعمل الحر، لا أرض شيلاء ولا حيطة مدارية. يما مويل الهوى يما مويلية. يلا بنتي يلا حبيبتي يا رب. يا رب تسلميلي يا شروق يا بنتي تسلميلي. ماما فيبيان ايه وبتاع ايه؟ انا مش بفكر في الجواز دلوقتي خالص. امال هتفكر فيه امتى؟ الله، انا عايزه اطمن عليك، دكتوراه وخدتها وشغلك استقر مع باباك، مش فاضل غير ان انت تعمل اسره وتستقر. بقولك ايه، انا بفكر ان انا اعمل فرحك انت وسام اختك في باريس. خالك عنده مكان يخبل وتقضوا شهر العسل في نيس، وعنده يخت الجنه، وبعدين هو هيعمل لكم بروجرام الهنمون. ماما أرجوكي أرجوكي خططي لأي حد في العيلة بعيد عني. أنا أصلا مش شايفها معايا جواز الصالونات والنوادي والجو ده. سيبيني أعيش حياتي بطريقتي أنا. هو في حد قدامك؟ لو في حد في حياتك قولي عليه. أول ما أتأكد هقول لحضرتك على طول. هو باباك لسه نايم لحد دلوقتي؟ غريبة، ده عمره ما نام النوم ده كله. معلش سيبيني نام براحته، بس أعصابه تعبانة اليومين دول، كان في موضوع مهم قوي وطار منه. هي عماله تتوجع كده طول الليل، يمكن عشان غيرت فرشتها. مالك يا امي؟ حاسه بايه يا نور عيني؟ شروق سامحيني يا شروق، انا دول هي السبب في الوكسه اللي انتوا فيها. يا ماما ما تشيليش روحك اكتر من طاقتها، كل عقده وليها حلال. خلي بالك منها لحد ما ارجع. انت رايحه فين؟ راجع على طول. مشروع عالمي بحث هيجيب له ملايين الدولارات لمجرد مشكلة تافهة سببها بنت غبية من العشوائيات دي جهلة. انت قصدك ما تعرفيش بابا كويس. بابا عمره ما كانت غايته الفلوس، ده مرة اتبرع بربع ثروته لملجأ أيتام ومشروعات خيرية في الصعيد. كام يعني؟ حوالي 10 مليون جنيه، الكلام ده وأنا في ثانوي كمان. ربع ثروته من وأنت في ثانوي 10 مليون؟ أمال لما خدت الدكتوراه بقت كام؟ قولي يا سامح،
هو باباك خير بطبيعته كده ولا دي اعراض عوامل التعريه؟ والله بابا ده حكايته حكايه. هو صحيح دايما مشغول بابحاثه ومؤتمراته، دايما بتحمل المسؤوليه على اكمل وجه، لكن دايما بحس ان هو في عالم تاني، عالم خاص بيه هو لوحده يعني. المهم خلينا في موضوعنا دلوقتي، مشروع البحث ده لو اتلغى هتعملي ايه؟ معاكوا طبعا، وانا فين هلاقي مرتب احسن من كده؟ وبعدين باباك خلاص وافق ان هو يشرف لي على الرساله بتاعتي. طب والله ده خبر كويس، مع انه كان رافض في الاول، بس انت ما قلتليش ليه يعني؟ هو انت عندك شك في تاثيري؟ بصراحه لا. ادخل خد الشنطه ونزلها العربيه. بابا انا ما تعودتش اناقشك في اي قرار تاخده يعني، بس هو حضرتك فعلا عايز تلغي المشروع ده؟ ايه اللي جايبك دلوقتي؟ انت مش عندك محاضرات في الجامعه طول اليوم؟ مش عايز اسيبك في الحاله دي، بس عايز اعرف ناوي تلغي المشروع فعلا ولا لا؟ انا تعبان يا سامح، محتاج اني اسافر واقعد لوحدي شويه. طيب بعد اذنك يعني ممكن تسيبني اشتغل بطريقتي؟ سافر انت واستجم براحتك، وانا لو وصلت لحاجه هكلم حضرتك على طول. مفيش مانع. قول لي يا سامح، انت ايه رايك في رويده؟ ايه رايي في رويده من ناحيه ايه يعني؟ يعني من ناحيه مخلصه امينه، اسلوبها المهني ايه، شخصيتها شكلها ايه، بحكم انكم اشتغلتوا مع بعض بقالكم فتره طويله. اه طبعا رويده بنت مخلصه جدا وطموحه جدا، بتحب شغلها قوي، وبعدين دي داخلت عشان تتعرف على حضرتك، نفسها تكون المشرف بتاعها في رساله الدكتوراه. انا عارفه كويس قوي ان اسمك باسبور هيعديها المجال الاكاديمي، وبعدين نفسها كمان تشتغل في مقر المؤسسه البحثيه في باريس. يعني مخلصه؟ يعني انت فعلا مسافر؟ لا لو الهانم ما عندهاش مانع. ايه بقيت تاخد قرارات فرديه كده من غير ما تقولي؟ هو حضرتك لما حجزتي عشان تسافري اوروبا انت وبنتك كنت قلتيلي؟ بس انا لغيت الحجز عشان جوز بنتك مسافر الامم المتحده. جوز بنتي؟ طب ما انت جوزتي بنت اهو من غير ما تقوليلي، تكونيش جوزتيها بتوكيل. وبعدين يا مأمون، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده والدكتور صلاح موافق، وانا هاخد التقرير بتاعها وهعرضه على احسن دكاتره في اوروبا. اعملي اللي انت عايزاه، انا ماشي. بابي. ايوه يا حبيبتي. انت كويسه؟ انا كويسه، بس ممكن احضنك قبل ما تسافر؟ حبيبتي انا مش هتاخر عليك، خدي بالك على نفسك. بقول لك يا بنت، قولي له بس ان انا عاوزه اقابله، هستناه في المشتل. ها هسبقه على هناك. حاضر يا اختي. بقول لك ايه، نبه عليه كوانا ما يعرفش حاجه. إلهي يحرق كوانا ابن المؤذية. وهو السفر ده جه فجأة كده يا رويدة يا بنتي؟ أيوه يا ماما، ده مؤتمر مهم قوي في شرم الشيخ، وبعدين ده فرصة كويسة قوي ليا، رئيس القسم بتاع الجامعة اعتذر رشحوني بداله، وبيني وبينك بجد فرصة هايلة، فلوس وفسحة وشغل هيفيدني كمان في رسالة الدكتوراه بتاعتي. وعلى كده هتغيبي كام يوم؟ يعني أسبوعين، أسبوع، 10 أيام، معرفش، تقريبا يعني أسبوعين بالكتير. ليه؟ هما مش بيقولوا لكم على المده بتاعت المؤتمر ده؟ ايوه يا ماما، بس اصل في باحثين من كل انحاء العالم، يعني تقريبا هناخد اسبوعين كده. بصي انا احتمال اخلص بدري الشغل قبل الفتره المحدده، يعني اشوف وشك بخير. طب انا لا شايفاكي لا خدتي كتبات ولا ورق يعني. لا ما هو كل حاجه هناك، كل حاجه هناك، هبقى اكلمك من هناك يا ست الحبايب. ربنا ينجح بقصدك يا بنتي ويجعلك يا رب فوق الكل. ايوه يا ماما، انا محتاجه الدعوه دي قوي، ادعيلي. خلي بالك من نفسك وسلميلي على بابا. خلي بالك على نفسك يا رويدة. حاضر، يلا مع السلامه. ربنا معاك يا رب. انت اموريني يا ست البنات، والله العظيم لو بايدي لاشيلك انت واهلك والعزبه كلها فوق راسي، بس اعمل ايه، حكم القوي. انت صحيح عايز تتجوزني يا شمبر؟ ياه ده يوم المنى، انا بحبك قوي من زمان يا شروق، وراسي طالت السما لما فضلتينا على ابن الاكابر المهندس. بس يا خساره، يا خساره بقى، رجعت تاني وكسرت نفسي. انا موافقه اتجوزك، بس عاوزه مهر. انت تأمري كل الفلوس اللي حوشتها ايام الشقاوه
والصياعه والسرمحه هتبقى تحت رجليك. بس انا بقى لا عاوزه فلوس ولا عاوزه ده. كل اللي عاوزاه ورق الدار بتاع المبايعه اللي كوانا بصه امي عليها. يا نهار مكانتر ومقنطر، يخرب بيتك يا شنبر، انت عايزين اسرق كوانا؟ مستحيل مستحيل. انت عارف الورق اللي بتقولي عليه ده كوانا حطه جوه خزنه وقافل بمفتاح، والمفتاح ده في جيبه ما بيفرقوش. هو ده بقى مهر، والراجل اللي هتجوزه لازم يبقى قد كلمته. بس واضح ان انت راجل سيس، ما تملكش غير الناخ وطق الحانك. انسى الحوار ده كله. سلام يا سيس. استنى يا ست البنات، استني. انا كلامك ده سخن نفوخي. في فكره جاتلي، انا هجيب لك الورق ده، بس عايزك تنفذي اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد، ويا ريت يا ريت تشوفي حد يساعدنا. حاضر وموجود، قول خطتك. لا تتأوى لا تتأوى. خف يا جدع، انت ايدك ناشفه كده ليه؟ يا عم انا ايدي مش ناشفه ولا حاجه، انت اللي اعصاب رقبتك متكلسه. طب كفايه. بنت مسغونه اعملي برنس. جهزت الحمام، سخنت لك الميه وحضرت لك الحمام وكل حاجه وحطيت لك الشانتو. شانتو؟ يعني ايه شانتو؟ قصدها الشامبو اللي مع الشاور جن. اتكلي يلا انت يا بنت. حاضر يلا. حاضر. بلف منفخ راحوا فين؟ او متلقحين تحت بيلعبوا كرشين. طب روح العب معاهم. ماشي ماشي ماشي. مسكونة، انا عايزك تروحي تصرفي انتباه بلف منفخ وتلهيهم. طب وهدخل شروق امتى؟ مالكيش دعوه انت بس بشروق، انت بس روحي الهي اللطخين دول. يلا. مين عايز يشوف صور مشبوهه من بتاعه بره؟ ايه ده يا بت؟ تعالي هنا. ايه ده؟ تعالى تعالى يا بت. تعالى يا بت، خد يا بت. من يا شمبر؟ هوبا، السلع على النبي، السلع على النبي. واضح ان الشامبو من النوع الفاخر. شامبو ايه؟ انا حتى ما استحميتش، غسلت راس سريع سريع كده، افتكرت مشوار مهم. مشوار؟ تحب اجي معاك؟ تيجي معايا ليه؟ هتحرسني يعني؟ برضو الامر ما يسلمش حاجه كده ولا كده. ولا انا مش مرتاح لك من الصبح قاعد تتحنجل عليا كده. انت عايز ايه؟ محبه، محبه ورحمه امي اللي عارف تربتها. ماشي، انا راح مشوار، خلي بالك من المطر. ماشي ماشي. هيا يا ست البنات، خلاص كوانا غار في داهية. يلا تقدري تطلعي دلوقتي. الفرجة بفلوس، ومعايا صور اكتر من كده كمان واسخة. طب طلعي ورينا كده. قلت لك بفلوس، دول شارياهم. اديها 5 جنيه بألف. نعم يا اخويا، نبش هتمنك هم 20 عايف. ليه؟ هتقلبوا لحمة ودم. يا واد انا هوريك صور احلى من اللي في الدش. طب ورينا. طيب يا ابني اقعد انت بره. لا برنس، دي صور بنتفرج عليها بس. صور؟ هيقصد معاكم للصور؟ طب ادخل يلا انت يا سيس، خلي بالكم من المطرح بالمركب.
بالسلامه برنس. بالسلامه. بالسلامه برنس. بالسلامه. بص بقى نتحاسب بعدين. ماشي. بص اللي بعديها. استنى استنى شويه وريني بقى. اصبر اللي بدي رجع دي رجع دي تاني. يا بديع انا جايلك في السكه. الغجريه وصلت؟ طب بقول لك ايه؟ ما تخليهاش تمشي. انا جاي حالا. سلام. بسرعه تعالي. اهي تعالي. يلا بقى طوالي. انت تعرفتي ايه؟ انا ما بعرفش اقرا. لو بعرف كنت انا جبتها. ابن المؤذيه واكل السحت. شايف الذهب ده كله من عرق البنات الغلابه والناس الغلابه. يا ستي اتحرق بيه بجاز. دوري انت بس على مبايعه الضرب. يلا قبل ما حد يجي. هي دي المبايعه. انت متاكده؟ انا اصلي ما بعرفش اقرا. هي دي؟ ايوه هي ديت. انا متاكده. طب يلا يلا بسرعه. يلا على وجهك. يا حبيبتي يا كراويه وحشتيني. يا بنت الايه وحشتيني. اهون عليك تسيبيني المده دي كلها؟ اوعي يكون بديعه قستك عليا. بديعه بعتتني المكان تاني يا خاله وانا كنت عايزه اقعد معاها. عارفه بس قولي كانوا بياكلوكي؟ كانوا بينيموكي على فرشه نظيفه؟ بصراحه ما كانوش بيأثروا بس كان شكلهم وحش اوحش من الغجر. كان فيهم واحد منفوخ وعكر دايما واسمه منفاه. هما كانوا واخديني ليا لبيب. بيت انت كترت الكلام ليه؟ قومي صبي شاي من على البوتاجاز عشان لبيبه بتحب الشاي مغلي. حاضر بس انا مش مصدقه انك امي. هي مين امي يا لبيب؟ انت ولا هي؟ انا امك يا كراوي. بس انت ما اتجوزتيش يبقى ازاي بقى خلفتيني؟ ولا كلنا بنت حرام؟ قولي لي بقى يا لبيب. لا انت بنت حلال. ابوكي كان من المدينه وامك كانت غجريه ولما ماتت انا خدتك ربيتك. هي دي الحكايه. ها استريحتي بقى؟ يلا يلا روحي صبي الشاي. ايه ده يا حبيبتي؟ انت بتعيطي يا كراوي يا حبيبتي؟ ما تعيطيش يا حبيبتي ما تعيطيش. شوفي الكهن بتاع البيت. بيت اتحركي عشان تصبي الشاي. اتحركي. تعالي يا حبيبتي في حضني. تعالي. غريبه البنت طالعه بتحس لمين؟ طالعه البذرة ابوها. بقول لك ايه، هو كواننا ما جاش ليه وعايزني في ايه؟ انا عايز امشي. لا تمشي. تمشي مين؟ لما يرجع البرنس كوان. حاضر. هسأل سؤال ملوش تاني. مين اللي وز مين؟ ومين سرق مفتاح الخزنه؟ ومين اللي فتح الخزنه؟ انت يا بيت. انا ما اعرفش حاجه. انا كنت معمر فرجه مع الصور. مش انت شفتني يا برنس؟ وانت يا شمبر برضو ما تعرفش حاجه؟ خلصت يا جدع. ما اعرفش. يبقى انا ساعدك تعرف. شلوه ورموه في المخزن لغايه ما دمه يصفى ويموت. مين بقى اللي عليه الدور؟ ومين هيموت قبل التاني؟ انا هتكلم. انا هقول كل حاجه. انا مش عايزه اموت. ضحى ضحى ردي عليا يا بنتي. ضحى امه يما دي ما بتنطقش يا جد. اجري يا بنت اجري اجري. ده الاسعاف. اتصل بالاسعاف. يلا ضحى يا دي المصيبه. ضحى في ايه يا بنتي؟ ضحى. حلو قوي الكلام اللي بسمعه ده يا رجاله. شمبر اتفق مع مزغونه يسرقوني. شمبر وخد جزاته. ومزغونه عشان اعترفت وحسب قانون كواننا هنخفف عقوبتها. اعمل ايه بقى في بنت السمري؟ هتعمل ايه اكتر من اللي عملته يا كوانا؟ انت عملت كتير قوي وانا خلاص ما عادتش فارقه معايا. اعيش اموت ما عادتش فارقه. موتني. مسدسك في ايدك اهو وانا مربوطه قدامك. انت جايبه القوه دي منين يا بنت؟ ما عندكيش دم. ما عندكيش اريحه. لسه ليكي عين تبصلي بعد اللي عملته فيكي. ايوه لسه يا كوان. عشان اللي عملته معايا دي عامله خسيسه. خدتني في وسط رجالتك ودبحتني. دي ندالة وخساسة. ما هيش مروه ولا جدعانه فتوات. وما استكفتش. لا ده انت بهدلت اهلي
شردتهم. انت حاططني في راسك ليه؟ ليه؟ عشان انت غير البنات والستات اللي عرفتهم في حياتي. عمري ما شفت في عينك كسره. طب ما انا اتذللت لك قدام دارنا زي ما طلبت. بس الغول اللي جواك ما شبعش من ذنبي. حلو قوي موضوع الغول ده. انا يعجبني اكون غول. بمسك الفريسه واحطها في المصيده، ويا سلام لما تهرب مني ارجع امسكها تاني واحطها في المصيده. زي ما انت كده يا شروق في المصيده. حلاوتك يا شروق يا بنت السمري. سافرت هي هتموت يا شروق. امي هتموت. وانت يا ما رحتش معاها ليه؟ اصل بتوع الاسعاف قالوا كفايه اتنين، عشان كده الشتا واختك راحوا معاها، وانا ما كانش معايا فلوس اخد التاكسي. معاكي فلوس يا بنت؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ طمنيني. خش اعملي لي شاي. لا مؤاخذه برنس، انا بدي افهم انت مشيت شروق ليه؟ لو قعدت افهمك لبكره برضه مش هتفهم. طب يعني ما تحاول يا برنس يعني تشرح لنا يعني جهزنا افهم. بالاخر انا نفسي مش عارف ليه، زي ما يكون البنت دي عامله لي عمل. انت ازاي سكتت عليها لغايه دلوقتي لغايه ما حلينا التهورات بالشكل ده؟ وربنا مسكتنا يا دكتور. انا كنت بجيب لها الادويه وبديها الحقن في ميعادها. عمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ عندها فشل كلوي وحطيناها على جهاز غسيل. مفيش فايدة، لازم تنقلها كلى وبسرعة. نقلها كلى؟ خدوا كليتي، أنا بنتها. ما تحوريش معايا يا هنجرانية، تعالي لي على السريع عشان نوصل. سكتك غير سكتي يا كوانا، أنت واغش وزغابة وشغل أرزقية، وإحنا إكسبريس، واللي بيبص في صحن لقمتنا بنهرسه. ابعد عني وعن سكتي، انت مش قد كبير شيخ الغجر. يا اختي سيبك من شيخ الغجر بتاعك ده واسمعيله يا لبيبه. بقولك ايه يا كوان، جيب لها من الاخر يا اخوي. ماشي، خد البنت جوه هات لنا صحن مزه حلو عشان نوجب مع الست لبيبه. ماشي، تعالى يا كراوي. لا انا مش هسيب امي لبيبه. لا 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 ما تخافيش يا كراوي، يا امي روحي معاها، انا مش همشي من هنا الا وانت في ايدي. يلا امي روحي. ربنا يخلي سمعك يا كوان. ماشي، انا قاعد اشتغل معاكي فرضاني، وبدل ما انت بتشتغلي لكبيركو والفلوس قاعد يكومها في الخزنه على قلبه قد كده، تشتغلي لحسابي وانا هروقك واغرقك فلوس ومن غير ما حد يعرف. مش فاهمه، من غير ما حد يعرف ازاي؟ دول بيعرفوا دبه النمله قبل ما تخرج من جحرها. تمام، بس انت برضو كبيره في الغجر، والكبير بيأمن لك، بيبعتك كل يوم خميس اسكندريه بالذهب المبلول وتبدليه ببودره، صح؟ يا ليلى غبره، انت مين اللي قالك؟ كل المطلوب منك اللي انت وانت بتستلم البضاعه تقولي له ان انت زودت الكميه شويه، وان الكبير هو اللي طالب كده. تقابليني تديني الزياده احاسبك، ده غير حسنتك وامان مني، مفيش حد من غجر ياخد خبر. ده انا كنت اتفيص فيها. و هو انت عارف هما بيبعتوا ورايا كام نادرجي لحد البضاعه ما بتوصل المكنة؟ عارف، واعرفهم بالاسم. قولي احللك مشكله النادرجيه، ولو امور سلكت بينا هغرقك فلوس. انا نفسي العب بالملايين والارانب، انا تعبت، انا في دماغي مشاريع توصلنا السما. قولي تكسب. اكسب؟ طب فهمني ازاي هتحل مشكله النادرجيه الاول. بسيطه، وانت راجعه من اسكندريه في قهوه قبل الريست اسمها قهوة التبعين، عارفاها؟ عارفاها. هتخش الحمام هتلاقي واحدة بنت مستنياكي تبعي، تناوليها البضاعة تديك الفلوس، خلصة مخلصة. وكل مرة كده؟ لا، كل مرة طريقة مختلفة. موافقة، نتكلم بقى في الفلوس. يبقى اتفقنا. لا ما اتفقناش. مادام ديتك الفلوس يبقى اتفقنا. المريضة ما تدفعلاش تأمين دخول المستشفى. قبل ما نتكلم في أي حاجة لازم يدفع تأمين. حاضر يا دكتور. كام؟ يعني المفروض منهم 5000 جنيه لحد ما نشوف. كام؟
5000 جنيه؟ ولازم يدفعوا خلال 24 ساعة من دخولها، ومش هنعمل أي حاجة لحد ما تدفعوا، ده غير مصاريف الغسيل اللي هتتضاف على الفاتورة. هتدفعوا إمتى؟ ده بيطلع في الروح. مش بعتوا له الدكتور وطلع له الرصاصه من ركبته؟ ايوه حصل، بس الظاهر الجرح حصل له تلوث، ركبته بقت وحشه قوي، ريحتها معفنه وبقى سخن كده ومولع نار. بصراحه هو صعبان عليا، ما كنتش اتصور تبقى دي نهايته. برضه يا برنس ده عشره عمر. وانت يا منفاخ مش صعبان عليك؟ لا برنس، الخاين يستاهل قطع رقبته مش رجله. جدع ياه، لو قلت غير كده كنت خليتك حصلته. سيبوه، ولو مات نبيعه لأي حنوتي أو لأي حد من قصر العيني قطاعي، ولو عاش يبقى رزق وجنة لغاية عندنا، يسرح مع الشحاتين على الرصيف. عندنا ناقص في أبو رجل واحدة. اسمع عاد منك ليه؟ أنا داخل على شغل تقيل قوي، وعايزكوا كده تبقوا رجالة وفي ظهري. في ظهرك يا برنس، بس فطمنا الشغلانة إيه؟ بعدين مش وقت. المهم عندي الوقت اللي انتوا تطلقوا لي بنت تكون نبهة ومفتحة وتفوت في النار. ودي هنجيبها منين يا برنس؟ البنت الشامة تنفع يا برنس. شفت الدغوف؟ بقول لك نبهة ومفتحة. شامة دي اسمها الواحد ويودينا قرمدان على سركي. ذهاب فقط. يعني هم عايزين 5 بواكي في المستشفى. ايوه يا اخويا، خلص معاك كام؟ الله يا اخت، انا كل اللي محوشهم نص باكو هم ولسه لامن بارستين. حطيتهم على وسطك؟ زي امك يا شروق. خير ان شاء الله، دعي لها. ده بقى يا اختي اللي بيسموه البنك الجوال. بس عجيبه يعني يا شروق، كل مره تقولي فلوسك حرام ومنكر يا ابن دوحه، خلاص المره دي فلوسي بقت حلال. والله يا واد يا شوقي، اللي شفته وسمعته في المستشفى وانا معمك فوق الحرام بشويه، وانا مستعديه اعمل اي حاجه، اي حاجه عشان امنا دي الحته الخضراء اللي باقيه لنا يا ولد. مستعديه تعملي اي حاجه،
اي حاجه؟ لا يا اخويا، راسك ما تروحش لبعيد، يا رضع من حليب ابليس. يا واد ده لولاك اخويا ومسكتك بايديا دولت وانت بترضع كنت قلت عليك ابن حرام. طب شوف هالشوق، انا هجيب لك الخمس باكي بتوع دول ماستكين، بس تيجي معايا مشوار واحد بس. مشوار؟ مشوار فين يا واد؟ الشقه اهي تعبنيش. بقول لك ايه، يلا انا مش معتبه شقه الا لما اعرف انت موديني فين، وهنجيب بقيه ال 5000 جنيه دول منين. راسي كانشف من الحجر ولازم تقعدي على الخبر يا اختي. بقول لك ايه، فطمني يا ابن امي وابويا. طيب العماره دي فيها شقه المعلمه توتة. اشمعنى؟ ولا انت راسك راحت لفين يا واد؟